ليشن لحدا يعني. يا رب أنا هيك اليوم جاي أشهد عن عظمتك وكرمك بقلب بيتنا بقلب حياتي. يا رب تعال يا روح القدس وملينا كلنا وافتح قلوبنا كلنا، افتح دينينا، افتح قلبنا، هيك give us a teachable heart يا رب، تكلمتك توقع كل حدا وتحكي كل واحد بطريقة عينيك يا رب. آمين. أول شيء يعني thank you على الopportunity، وبحس حالي كمان بعائلتي لأنه في كتير أشخاص كمان بهالجروب بعرفون وبحبون كتير وهن عائلة لألنا، وجاد وزينة كمان عائلة وهيك we're so blessed to have them in our life. حياتنا مشوار حياتنا بلش من كتير زمان نحن وهن، فبشكر الرب عليهم وعلى الميسيون وعلى كل شيء عم بيعملوه لأنه هيك they are pioneers in what they do هيك بلبنان وبكل شخص بحياة، يعني they're blessing بكل حياة شخص منه. أنا هيك عبالي بلش أول شيء جاد قال لي بتعمل تستمني، أوزك حسيت أول شيء حالي يمكن ماني حاضرة لأنه قويت متعشي كتير كبير تنحكي، بعدين قاعد أفكر أنه لا أنه الرب إف شو متدخل بحياتي وإف قدي عندي تستمنيز بحياتي الرب شاغل فيهم. فهيك اليوم عبالي هيك بس يعني فرجي هيك his glory وما كون أنا بس كون أنه هو عم بيحكي مني. للي ما بيعرفني اسمي جوال قيامة، هلأ صرت مع كارمو. خلقت بعائلة مسيحية مارونية وعيت هيك ممكن دايما تاخدنا كل أحد على الكنيسة، كان شيء كتير مهم أنه كل أحد لازم نروح نقدس، وكان دايما نشوفها دايما عم تعمل مسبحة وكل يوم هيك يعني في جو الصلاة بالبيت من ميلتها. وعندي تيتا ماري في كتير منهم بيعرفوها هون، هي مدرسة إيمان لقلنا قبل، في هلا في ترمز رح استعمله ما كنت اعرفه من قبل، بس ان تيتا دايما عندها كان انكاونترز مع الرب مع يسوع وعندها اعجيب هيك شفقات مع مر شربل، ففي ليجاسي بقلب البيت من سته ومرتتنا هن، يعني كل هالشيء بحياتنا الفايده النعم كمان من صلواتها ومن الورث اللي عطتنا اياها بالايمان. كنت دايما روح كل احد، وصلت كبرت صرت انا في قرر روح وما روح، كنت بقيت خلص صار مثل اريتيا لازم روح كل احد، كنت حبه كتير ليسوع، كنت هيك عندي ثقه فيه وعندي ثقه هيك ديب تراست، بس انه هيك كنت بفهم قصص على ذوقي وكنت انه واجبات. لحديت انا وبالجامعه حدا معي كنت قيم المدرسه سينتيا بتقلي عن سيد النجاة، قلت لها يلا أكيد بروح نهار تانين ليش لا، بقوم بروح نهار التانين وهيك وتفتت في شيء هيك captivated me، الورشب الخشوع الوعزة برماروان هيك كان في شيء كتير جذبني، واليوث قديك كان في شبيبة عم بتصلي من كل قلبها، يعني جايين نهار تانين مش مجبورين يجوا، هن جايين بإرادتهم، وهيك في شيء كتير جذبني وبلشت روح كل تانين وبلشت أتعرف على روح القدس، لأنه كمان ما كنت أعرف روح القدس، الناس أسمع فيه بس ما كنت أعرفه، وبلشت هيك أتعمق أكتر أكتر بيسوع، وصرت صار لي هون أنه يا رب كذا عندي كتير هيك رفقة من أيام مدرسة، صرت له يا رب هيك يكونوا يصير عندي رفقة أكتر بالصلاة، وكمان كنت نيلة عكرة كمان كنت تروح معنا وزينة زنزون، سو كنا كل تاني نروح نرجع نروح على المطعم اللي بعده ونبلش نقعد نصلي ونحكي عن يسوع واسئله ونجرجر، وصار كله هيك ايفن ما صلى، وبلشت نروح على ابي ماريا على الروتريت تبعهم وهيك نتعمق اكثر بيسوع واتعرف على العالم اكثر هيك بالصلاه. وبعدين كمان هيك في صاحبتي ساره وزياد كانوا يطلعوا بشلي عند بيروجي، صرت أطلع معهم كان كتير في هونيك manifestation of the Holy Spirit، كله كان شيء جديد لإلي. كمان هيك كنت عم بتأثر وهيك كمان انجذبت. وبعدين إليان جميل بركة قدام الأسامي مع العيلة قبل الزواج كمان هيك قلت لي ليكي في كاريزماتيك عاملين سيمينار بتحبي هيك نتسجل فيه، طيب يلا ما تسجل فيه ليش لا، صرنا نروح كل جمعة هالسيمينار، وكمان هيك كان في أكتر
تعرفت أكثر على الروح القدس، على الجفت تبع الهولي سبيريت. كتير حبيت وانجذبت على على التسبيح، كان شيء كتير حلو وكتير هيك تأثرت بالتسبيح. وكمان gift of tongues اكتشفتها هونيك، بس انه ما طلعت لي، وصرت صلي ويتصلي علي على سنين انه بدي gift of tongues و it was not happening، بس هيك I kept on contending. وبعدين كمان كنت هيك يعني في اشخاص تعرف عليهم بالصلاة وصاروا part من 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 عائلتي، من حي من حياتي. كله هيك الرب بعت لي، هيدي كان صلاتي والرب بعت لي هن. فكمان هيك تعرفت بوحدة من السفات على مريم علوف وميشال، وميشال كمان كنت اتلاصل ميشال حساب. عم بسمع اسامي لانه في هيك ستوريز فيهم. نحن هو كنت اطلع صلي مع ميشال حساب بيسوع الملك، كان يقول لك كان عنده هيك مثل جروب تبرير، وكان يقول عن رسوله، كانت تقول انه يسوع بيبكي ومتوجع على كيف كنيسته مقسومه. هلا انا وصغيره بالمدرسه بالشعبيل كنا نصلي على وحده الكنيسه، وبالمدارس كنا بالكنيسه نقول وحده الكنيسه، كنت اقولها ما كنت افهمها. بعدين وقت ميشيل قال هيك تاثرت انه اف انه يسوع هيك زعلان على هالشيء، صرت صلي اكثر على هالموضوع، صار مثل كانه شيء بيرسونال انه لازم صلي على نيت وحدة الكنيسة. وبعدين كمان هيك بتذكرت هيك تأثرت على قصة مرة كمان مشال خبرنا عن حدا هو بيعرفه كان يوعى كل يوم ساعة 3 الصبح ويصلي الرحمة الإلهية. صرت كمان حتى الألان كل يوم بدي أوعى وصلي الرحمة الإلهية ساعة 3 الصبح. صاروا أهلي يقولوا يا عمي هيدي رح تكون راهبة، وإخواتي يتسألوا علي، وكتير عالم من رفقاتي يقولوا شو إنه رح تعملي راهبة. وكان هيك وكنت هيك مبسوطة كتير بالصلاة الروحية مع الرب، وكان هيك ثقتي عم تزيد أكتر وأكتر. وهنا على سعيد كيف كنت عم بلمع مع الرب والأكتيفيتي، حتى مساجد ماري يعني وقتها كمان جادو زينة اشت الدعوة، وبتذكر حتى أول مساجد ماري صار ببيتها لزينة كمان كنا موجودين. يعني هيك صار في كتير حركة صلاة بحياتي مع بيت لكل حياتي. بعدين بتعرف على عزيز بعرس نيلة، وهيك حسيت انه he's too good to be true. يعني كان كتير ما بعرف يعني اللي بيعرفه كيف هو، هيك عنده حدا كتير هيك عنده طيبة كتير حلوة. وب 11 شهر كنا مجوزين. هلا عزيز كان عايش بلندن، اي بوبو. عزيز كان عايش بلندن، so بين لندن وامستردام. فتجوزنا ونقلت لهونيك. هلا اول ما رحت على امستردام كنت عم فتش على هيك كوميونتي صلي فيها، ما كنت لاقي. صرت روح على كنيسه كاثوليك. هلا عزيز كاثوليك، انا عم سمي ماروني كاثوليك وهيك لانه عن جد تشوفوا كيف القصص بتصير، يعني كيف بيخدك من مطرح لمطرح. I love you too. فبيقوم نحن هونيك بلشنا هيك كنيسه كاثوليك، صرنا نروح عليها وبلش أعطي كاتيشاس فيها، بس هيك كان في شيء missing. الصلاة الكوميونيتي ما كان فيه. عزيز حدا بالصلاة كان كتير عادي، يعني كان he had an open heart for the Lord. أمه كل يوم بتصلي، كمان أمه لعبت دور بحياته وحتى a big seed in him، بس حياته عادي، بس إنه كل أحد بيروح معي ما بيقول لا، بدي يصلي بيصلي معي. وكان هو كان عايشين هيك ببيت بعمسر مستأجرينه بديبلكس، هو كان يقعد يشتغل فوق، أنا كان كل يوم عندي كتاب مديبوريك صلواتي المسبحة، كان عندي هيك مثل بروجرام كل يوم أعمله، هو فوق عم يشتغل أنا عم بعمل أخباري تحت. بس شوي شوي بتصير هيك مش في نشاف، بس بتصير شوي شوي القصص هيك ما بقى فيها وعن جد كوميونتي بتلعب دور كتير كتير مهم. بيقوم من بعدها بشي سنتين بحبل بجسري، وكل الحبل كان كتير حلو وكل شيء تمام وكل شيء ضابط. كان عندي براير كنت عم صليها، كنت صليها كل يوم، حدا قايل لي عنها عن كتاب قريته واسمه supernatural childbirth. سو صليت فيه قبل ما احبل، وصليت فيه كل الحبل كل يوم كل يوم كل يوم. كنت طلع حتى يعني كنت فوت ديتيلز بجسمه بكل شيء، هالقد كان وصلها كان كتير حلوة. ووقت الولادة بولده، هلأ أنا قررت ولد the Dutch way
داتش بيولدوا بالبيوت، بس ما ولد بالبيت، بس ولد بلا ابيدورال وبلا شيء، وكان تروماتيك بس انه ات واز دوبل يعني. من بعد ما خلصت قلت برجع بعيدها، بس اول نهارين قلت لا. وكان عادي عم بيولد معي يعني بالايفنمون كله. بيقوم مام اجت تقعد معنا يعني، لانه كنا بامستردام ولد بامستردام. بعدها بجمعتين هيك، كان بهالجمعتين I'm trying to breastfeed it was not working ابدا، وانا حدا كتير جويفل ولا مره عامله ديبرسيون يعني على البريست فيدنج، عشان عامله ديبرسيون هقدم فوكسي وكل وقت زعلانه وبلش انهار. قلنا انه يمكن هو السيمتومز تبع البريست فيدنج وكل هالاخبار، وبلشت توجعني خسرتي توجعني اجري. ف وقز هيك انه قطع جمعتين وصادني وبعيد بالليل. اول شيء كنت كل ليله اخر كم نهار عن بالليل انا ونايمه عن من الوجع، واخذ بنادول على اساس انه بروق. بعدين حسيت هيك في شيء باجري كانه مشي، وكانه هيك في كونغليون طلعت هيك من فوق اجري. قلت له عزيزي لا في شيء مش مزبوط. كان نهار احد بالليل بتذكر، من تلفن بيجوا امبولانس بياخذوني. كنا عايشين ب تيبكال داتش هاوس تلت طابق درج صغير، سو بيطلعوا بيحطوني ابريت مورفين وبنزل الدرج بروح عزيز معي. جاس بضل بالبيت مع مام، بروح على المستشفى، وكانت ساعة ما عرف تنتين تلاتة بتطلع حرارتي 41، بيحطوا لي اي في الباراستامول وهيك، وبيقولوا لعزيز ما فيك تضل معك، ما فيك تضلك معه لانه اتس لايك بالامرجنسي بدل لحال. انه اوكي فل، انا بيطارت لحالي بالمستشفى نايمة وهيك تعبانة يعني من الحرارة. تنهار بنوعه ومبلش يعمل تستنج وهيك، بقول لي اتس هرنيا. صرت انا اوكي شو هرنيا، جوجلت تريت يعني فتاق. سو على اساس انه لازم اعمل ال مثل سي تي سكان، وعلى اساس انه خلص بعد شوي بدي تركينا بالاكل، على اساس بدي اعمل عمليه انه تشيلوا لي الفتاء. بيجوا هيك شي ثلاث اربع حكى ماما معي بالاوضه ومعي جيسي ومعي عزيز، وبيقولوا لي انه معك ديب فين ترومبوسز اللي هن جلطات من كعب اجري لفوق فوق فوق، يعني كل الفينا كافا مسكره بين اي لحظه ولحظه، ما قلت تطلع على الريه ما قلت تطلع على راسي. وهيك كان مثل هيك كبوه مثل كانه دغري يعني، حتى ما كانت ايفن لايك الابروتش كان هيك كتير تجي يعني. فهيك مام عم جرب تفهم شو صار، انا وعزيز وير شوكت. هيك ما قدرنا هيك يعني ما عم نستوعب، كانوا بموبي. عندي نيو بورن بيبي بالبيت صار. So I had to stay there. وبلشوا يعملوا لي إنه أدوية، وأنا كل وقت محرورة مع المسبحة، كل وقت لقطتها معي، ما عم بقدر صلي، ما عم بقدر أعمل شيء، بس هيك بس أدوية ونايمة أدوية ونايمة. بعد يومين بيجي خيي من لبنان، بيجي مرت خيي تانية من لبنان، بتجي تينا ماري كريستين من كمان من لبنان، بيجي خيي العزيز. So كلهم إجوا لحدنا to support us، لأنه to support كمان my mom يعني كانت كمان هيك يعني lot of also emotions لقلها traumatizing. وبقوله العزيز ليك حكي رفقاتي، حكي كم حدا من رفقاتي اللي بيصلوا هيك for them to pray for us. وما عزيز بيدق لميشال حساب، بيدق كمان لمرمور وإليان ولنايلا. back then عزيز ما كان بعد كتير أصحاب مع جاد وزينة، كان ما كتير بيعرفون، بس جاد وزينة بيقوموا بيعملوا مساجة دماري بقلب بيتهم وبيعملوا علانيته. So كلهم they gathered there وبيقرروا. أنا هيك I was connected بالسكايب، ما كان في وقت زوم قبلية من 8 سنين. وبيقوم ببلشوا هيك يعني قاعدة معهم connected وعم يصلوا لي، وفي عالم ما بتعرفني عم تبكي هيك. they were so like كانوا كتير compassionate عن جد. there was like a brotherly and sisterly like love يعني اللي هو من الرب، و they were interceding for me. وصراحة بكل الوقت هيك حاسه بسلام، I cannot pray بس حاسه كنت بسلام. وأنا بهالوقت قبل بكم نهار كنت إجري صارت هالقد يعني من فوق لتحت ورميت كلها، كانوا لفين إياها. وبهالوقت كمان جاس صار معه urine infection كمان، he was in the hospital. so أنا كنت بطابق وجاس هي بطابق وعزيز بيناتنا. so it was like not a good start، بس كتر خير الله we made it. So بهالنهار أنا ما بعرف، بعرف إنه تنهار بهن بيقرروا إنه تنهار يصوموا عنيت على خبز وماء. ف
ففي كتير أشخاص منهم كمان كانوا ولا مرة صايمين وهيك they did it. يعني عن جد كنت هذا المخلع والأربع اللي حملوه هيك كانت نهارتها. أنا كيف بعدين عرفت القصص؟ لأنه هني عملوا الفاستنج عنيتي. أنا تاني نهار أنا ما كنت عم بقدر أمشي، تاني نهار بلشت أمشي. النهار اللي خلصوا الصوم وكل شيء أنا بلشت أمشي، لأنه كان في ريبورت، يعني عزيز عم بيعطي ريبورت لفيو بيبل وعم بيشوفوا إنه يعني كان كله هيك صار، ما في كوانسيدانس. يعني قد قوة الصلاة، إنه ولا صلاة هيك بتقشط على الأرض، يعني كل صلاة وخاصة الانترسيشن تبع الجامعة. إيه وذا باور أوف فاستنج 100% جوجو. ف بيقوم هون بلش أمشي. بتذكر كده أول مرة بمشي لعند، يعني عم بمشي وعم بس عم على الشاز رولون، بس أنا ماشي وعم جرة تأنزل شوف تشيسي. وأنا الحكيم وقفت لعندي وتعطيني الريبورت وهيك، الحكيم قال لي شغلة، قال لي إنه قال لي إذا إنه if I choke just to call them. وأنا بقول شغلة هون إنه من بعدها بقول إنه الرب وتقوله هي وزير هيك كتير بشوف إنه كان معي نهار كنت لحالي بالمستشفى، كنت بهالمومنت كان في اختنق وموت بلا ما أعرف، لأنه ما حدا كان عارف شو بني، وكنت يعني هالقد قريبة على قلبي وعلى ريتي. So that's why هيك بقول he was there, he protected me there. He's either in every places، يعني مش بس هوني. بس حبيت بس أقول عن هذا البوان. فبيقوم الحكيم بيقول لي إنه أنا ما رح، إنه أنا I will not be able to walk well, I'm gonna be limping، رح أعرج. هلا في قصص بالسبريتواليتي بعرفهم ما كنت قبل اعرفهم واقولهم. سو انا بس انا الهولي سبيريت اللي فيي didn't receive، لانه وقت حدا يحكي شيء فوقك you can receive and not receive. انا with the holy spirit in me didn't receive that thing. وقطع جمعتين وظهرنا من المستشفى وبلشت انا شوي شوي بلشت امشي شوي شوي احسن، وظهر كمان جسي معي صرت اتحسن شوي شوي. وبعدها بشي شهر كنا بالترام، خلص كنت بلشت امشي، كنا بالترام ماشيين بالأمسان في ترامات. صار لسنين هونيك ديان بخط ترام ما بيصير شيء. معنا جاسي بالبوسات بيقوم بيصير في مدري حدا بينط قدام الترام. الترام بيعمل لايك بريك تير قوي، في عالم أنا واقف لأن معي البوسات سو مجبورة كنت وقف بس إنه مطرح لقطة. بيقوم زلمة كمان رجال كبير كمان واقف على الفرام بيضل قاشط على إجرة اللي صار فيها ترومبوسس واللي كنت عم بعرج. بلشت ارجع اعرف شوي، بس تشوفوا هيك انه الانمي he always wants to steal what the lord is doing. يعني انا هول بشوفهم بعدين بالوقت صرت شوفهم بغير طريقه، لانه الانمي ما بده ياني امشي بس الرب بده ياني امشي، واخر شيء ما بيصير غير ما الرب اللي بيقوله. سو مهم بعدها بشي شهر وشوي بروح عند الحكيم انا وماشي لعنده بيطلع فيه هيك نقزين. هلا انا ستيل مش فهمانه انه ليش هيك هي رياكتد يعني وقطعت. بعد 4 سنين بس هيك فاست فورورد بتعرف على حدا بتقلي انه في حدا عنده نفس الكامتلي، بتقلي انه اذا عبالي اتعرف عليه. وانا كان عبالي ارجع بعدين احبل، سو قلت انا ما بعرف اشوف في احبل كيف بيكون الحبل كل هول الاخبار. بيقوم بتقلي بياخذ موعد منها وبروح شوفها. انا قاعده بالكافيه ناطرتها، بتفوت هي بتفوت عم تعرج. اول ما اطلع فيها هيك مثل انه مثل كانه عن جد I felt هيك the goodness and the generosity of the Lord towards me، مثل استحقيتها انه انا هيك اللي لازم كون والرب ما سمح انا هيك كون، وما في انكر عمله. وهيك I was like so touched، وما فيها طاقه تحدي عادي بس دائما تمد اجره. وهي لانه she's Dutch so بتعرف the whole system، بتدلني على حكيمه كتير 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 شاطره. أي glory to God. بدنا حكيمة كتير شاطرة. وبروح لعندها. هلا الحكيمة تشوفني بتقول لي إنه شكلك إنه يعني عادي ما في شيء. وتزنت لي يعني شفت لي لون إجرية وأخذت لي dimensions. قالت لي إنه you look like regular to mind. وقالت لي إذا في أعمل إيكو دوبلر بس هشوفه الكار تبع إجري. وبالإيكو دوبلر أنا اليوم عودة كل ما كنت أعمل إيكو دوبلر سيرو 2 3 4 لأنه ما بعرف الوضع كان مش كتير منيح. سو بتذكر حتى يعني كانوا في 2 3 وبروح لعنده بتطلع بالورقة بتنقص بتقلي إنه الشخص اللي هيك it's completely different than اللي هون. يعني it is هيك a miracle how I'm walking how I am، لأنه كتير غير عن شو شريينه، لأن 3 أرباع شريينه مسكرين.
So هيك I just want to testify هون على أكيد أنا I keep on contending for my healing, for full healing, بس already الرب he healed, و he healed also my emotions, لأنه كمان في مش بس التروما تبع الإجر, في also the emotions, there was so many big process in my life, وأكيد ما صار بين نهار والتاني, it's a long process. وكمان بس هيك حابة أقول شغلة عن هالصلاة كنت صليها لجس أنا وحبلي, إنه أنا الكاتب تبعي بعدين عملنا فحوصات وبين إنه أنا عندي factor 5 ليدن. هيدا الكاب بيبين لأنه المرة بتروح مرة اثنين وبيعملوا الفحص وبعدين بيعطوها injection تتحبل. أنا I had that thing miraculously كمان بحماية الرب, وهيك الصلاة كل يوم كنت عم I was declaring over my son. الرب حمل 9 أشهر بلا ما روح, ودمي كان كتير سميك لأنه بيسمك الدم على لأنه عندي سميك كتير كبيرة من وراء الفاكتور 5, and miraculously he was born. So كمان هنا I have to testify of his goodness in the process of the pregnancy. حتى بوينت لأنه عندي كتير قصص قولون so ما بدي أنسى شيء. Okay. هون هيك بالمسيرة بالصلاة هيك يعني we were shaken وبعد عم صلي, بس أنا كمان بالصلاة الروحية كنت شوي شوي عم بنزل شوي شوي لأنه من وراء الجامعة وما في عالم حدنا. بهالوقت كان في ألان ديبو كان عايش بأمستردام وكمان بيصير معه encounter كتير قوي مع الرب. وألان ديبو هو كمان واحد من شبين عزيز, هو is a close close friend of عزيز. عزيز كتير تأثر وهيك he touched him he stirred deeper hunger. بس أقول لكم أوقات الرب كيف بيشتغل بقلب البيت, بيكون الشخص اللي حدك قد ما يعني أكيد صلاتك بتوصل, بس يمكن حكيك وإذا بتخبره يمكن ما بيوصل, وبيوصل من أشخاص الرب يبعث لك هنا. يعني بكل بيت في حدا الرب بيلمس بالعائلة من شخص من برا, بس بكون صلاتنا نحن والانترسيسيون وصلات أمه كمان, يعني كل هالقصص بيلعبوا دور. مهم بيقوم عليه أنتي بوصل بلبنان بيبعث له مساج لعزيز a worship song من عند هاي فاني سالا worship تبع هيلسون. بيقوم عزيز بفوت أنا وياه غرامنا بالغنية وبيقوم بفتش إنه مين هو لهيلسون. بتطلع جروب دو بريير ب أمستردام بروتستان. منقوم رحنا هيك مرة ونغرمنا ليه الورشب كان شيء كتير حلو. فتت أنا كنت أقول بأمستردام ما في عنا بقى بتصلي لأنه بروح على الكنيس كلهم خديرة ما في حدا ما في young people عم بيصلوا, الكنيسة كتير ميتة unfortunately شيء كتير بيزعل. وقت رحت لهونيك شفت كلهم شباب كلهم عم بيصلوا كلهم عم بيهللوا كلهم مليانين فرح. في شيء كمان جذبني لقلهم وعزيز كمان كتير حب. سو بلشنا نروح كل أحد وتعرفنا على الكوميونتي كتير قوية. تعرفنا على سلمة قديم ده في كتير عالم بيعرفون, صاروا كمان عائلة لقلنا دين وماوري. سو حتى الرب بدربنا أشخاص هني كمان فاميلي لقلنا بأمستردام اللي كنت أنا بحاجة لقلهم أنا وعزيز. وبلشنا هيك بلش عزيز يتقرب شوي شوي أكتر من الرب. بهالسيزن وبس هيك تقول شغلة نقطع على هالموضوع لأنه أنا كتير بنت العذراء وبنت الكنيسة, وكان عندي كمان كتير هيك ديبيت إنه يي كاثوليك بروتستانت كيف وشو و I feel guilty و some people of my friend إنه لا اللي عم بتصلي معهم ويعني كان في كتير هيدا الدباج جواتي. واللي هو أنا كنت دائما صلي لليونيتي ما كنت أفهم شو هي اليونيتي لحديت ما عشت وشفت الفرق بين هون وهون والقوة هون وهون. اختبرت يعني الروحانية exactly we are all united in Christ 100%. ومرة بتذكر كتير بالتحديد كنت عم صلي هونيك وكنت هيك شوية كان عندي تقريبا مع حدا من رفقاتي وكتير هيك شي شكني سو كنت عم صلي وهيك وعم هلل. وأنا عم بهلل هيك شفت صورة للعذراء أنا وبقلب هلسم أنا عم بهلل شفتها هيك مبتسمة لأولادها إنه هولي كمان أولادها إنه إذا بيعرفوها أو ما بيعرفوها هي دايما همها إنه نحن نحب يسوع وتو ورشب جيزس and to go to him. وهولي أولادها بيعشقوا ليسوع بيعشقوا للروح القدس وعم بيهللوا له بمحبة. هي هيدا مثل كان confirmation وعطيني هيك peace بقلبي لأنه الجلت is not from the Lord, the guilt is from the enemy. مهم بهالسيزن يعني كنا ما اعرف اذا وقت هيلسونج قبل هيلسونج بشوي
I think يمكن قبل هيلسون بشوي بكتشف انه عزيز عنده هيك بكتشف قصة الجامبلينج. هو تعلم بيعرف التستيمي تبع عزيز. He had a gambling addiction. ما كنت عارفتها ما كنت قلتها. He was so honest with me from the beginning لأنه كان مأسس الشركة سو كان عنده like a big loan. كنت عارفة عن كل شيء بس أنه للشركة تبعه بس ما كنت other stuff يعني that thing specifically ال addiction of gambling وكمان drugs ما كنت قلت عنهم واكتشفتهم. It was a big shock for me لأنه كنت آخر شيء بتوقعه. حسيت خيانة لإلي. التراست كأنه انكسرت عند جاس. ونحن بدأول شيء يعني أنا وعزيز وتجوزنا كنا بالماينس وكنا نقول أوكي كنا عايشين ببيت أجار ونقول إنه كيف هنشتري بيت وهيك ونقول إنه I don't know. كان عندي دائما من أنا وصغيرة هيدي الثقة بالرب إنه الرب بيدبر. الرب دائما بيدبر ودائما نقول إنه واحد بيجي الولد تجي رزقته هيك. هذا ما بعرف لي مثل إذا مسيحي أو مثل عائلة بلبنان بيقولوه ما بعرف بس وهيك صار عن جد. الرب يعني وقت إجا جاس هيك كله تسهل وكله انفتح وكتر خير الله سكرنا دين واشترينا بيت. هيك القصص يعني كمان البروفيجن هابن. مهم بهالبارت بالبيت اكتشفت وتنقلنا على البيت هيدا الشيء. هلا بوقتها صرت عم صلي ما عارف شو بدي اعمل. قلت له عزيز انه انا ما في اعملك شيء. انت الشيء الوحيد اللي بيخلصك هو يسوع لانه قد ما انت يعني تعمل ما حتقدر. يسوع الوحيد رح يقدر هيدا يساعدك. و at the same time ما كنت عارفه يعني ايه spiritual father فيه يحكي for him to connect لانه ما انا اخواني اللي بحبهم كتير بلبنان ما كان بعد بيعرفون يعني وهو عزيز ربيان برا so his first language اكتر بالانجلش so اذا he wants to connect it connects ما في connects more يمكن مع هيدا so ما كنا عارفين مع مين بدي يحكي. قلت له انا مثل الصغار بروجرام صلاة كل يوم بفوت عنده بيقعد من الأوضة انه you need to sit with the lord وتصلي وto seek him وهو رح يرد. وصار يفوت كل يوم يصلي عطيته صلاة روح القدس صلاة سان فرانسوا يعني هيك مثل من كتابة فتحت وكتبت له الصلوات وانه هو يصلي كل يوم وهو he has a great heart بس هو الادكشن يعني جس هيك بدي اقول شغله. انا عزيز عطى التستمني تبعه يعني كتير عالم they were shocked. ما حدا بيعرف حتى رفقات الانتيم كمان من العائله ما حدا كان عارف. كانوا قالوا لي كيف ما خبرتينا. انا بدي اقول شغله انا امي معلمتني تقول انه كان دائما تقول لي انه في سريه البيت وانا مش بقول في سريه البيت. انا بقول انه كتير مهم اذا في شيء بالبيت أكيد مش العنف اللي هو الأساس الدوميستيك شيء تاني شيء بقلب البيت شو ما كان إنه يضل بالبيت يكون ينعمل مع ينحكى مع مرشد روحي أو تصلي للهولي سبيريت تقول if he highlights one godly person that you can talk to and pray لأنه بهول الأساس السيتواسيون بتبلش صغيرة تكبر لأنه بيصير كل واحد يعطي رأي ungodly advices قصص بيصير في خربان بيوت لأنه already اللي عم بيصير هو خربان بيوت يعني أنا for me بعد كم مرة بكتشف أنه رح ضلك عم بتكفي هيك I cannot continue لأنه هذا خربان بيوت. بس I was not dealing with عزيز. أنا عزيز حنا كتير طيب. I was dealing with the spiritual يعني هو the spirits and إذا أنا جيت خبرت عن عزيز العالم رح تشوفه بغير طريقة وهو حدا identity تبعه مش بهو القصص عم بيعملون لأنه حدا كتير طيب حدا ولا أطيب من هيك ولا أكرم من هيك ولا يعني كرم بالأخلاق بكل شيء. سو كل هولي القصص كانوا قصص spiritual بس العالم unfortunately نحن we're judgmental we judge يعني هذا الفلاش اللي فينا judge. سو هون بلش عزيز يصلي بس تل ما في شيء. and then كان في هيلسونج وكانوا عاملين مثل event by London, two days event. I couldn't go لأنه كنت قصد فيستي ما فيستي. قلت له أنت روح. هو أنه عادة شو قصة صلاة ما صلاة أنه بيروح معي يعني كيف بيروح لحاله. قلت له لدين وهيك رايحين روح معهم. بيقوم بيروح أول نهار تاني نهار ما بيصير شي معه. تالت نهار بيصير معه هيك like encounter with the Lord وهيك بيشوف وجه الرب وكان شي كتير حلو. كان أول مرة بينلمس he was like at the bottom of the bottom وقال له يا رب إذا أنت موجود أنت هيدي قصة تستمني anyway. مهم بس تقول أنه وقت رجع من هونيك رجع
هيك في شيء مغير فيه، بلش يعمل كل يوم ورشب، يفوت على الأوضة يعمل ورشب. Still there was still the spiritual warfare لأنه it was not maybe the 100% decision with him, with the Lord, but there was هيك like the battle وكان ال open heart more للرب. بعدين بيقوم نحن بهلسانج قاعدين ده بتقلنا فيه عن حدا the battle church بأمريكا بتقلنا عنه، بتقوم بتقلنا وهون تقول شغلنا عايز بلش يروح more protestant لأنه his encounter was with a protestant church، فصارت الديريكسون تبعه أكتر شوية على البروتستان. فبيقوم بيقولون عن باثل. هلا أنا بفوت بحضر نحضر هيك باستر بيل جونسون و he's a well of wisdom، يعني روحانيته كتير حلوة وهيك we were so touched. وبيكون في كام هالوقت بهالفترة إيفنمان بقلب لندن اسمه ديفيد ستان، بتقلي عنه جوال ريشا، بتقلي بتجي معي بلاقي بروح معك. كان عنا جيسو عزيز كان في باثل عاملين open heaven بأمريكا هو رح يروح عليه، وأنا بروح على اللي قبل على ديفيد ستان. سو كان هيدي قبل بشي ثلاث جميع، بروح على ديفيد ستان. بديفيد ستان بتعرف على فادر مايكل اللي هو كمان بعتبره كادو من السماء لقلنا، لأنه هيك هو رد الكاثوليك ورد هيك he restored the Catholic relationship كمان مع عزيز، رده على الكنيسة أكتر وردني أنا كمان، يعني هيك he was الأنكر يعني لكنيستنا. وكمان هونيك بقلب ديفيد تانت كان هي إيفنمات يومين كله تهليل، كله تهليل للرب. It's maybe it's a more like a Protestant event, but there's like a small group of Catholic and I'm at this كليوم. كليوم كده الرب عم يحكي معي بكل صلاة. I had a prophetic word بقلب من Father Michael كمان، هيك كمان الرب حكيني بشغله بالكارير تبعي كمان بديفيد ستانت. بس في شغله بدي اقولها بديفيد ستانت شيء كتير هيك اساسي صار بحياتي هو الورشيب، because انا I love worship و I do worship وبهلل الرب. بس هونيك ديفيد ستانت يعني خيمة داود، داود كان يهلل بفريدم مش طبيعية، وأنا هلا ما بقى عارف هلل، يعني بدي هلل وأرقص ويعني هيك كسر فيي وفتح شيء فيي كتير كبير بالتهليل. وبنفس الوقت شفت disappointment of the healing. أنا كمان بدي أعطي هيك entre parenthèses شغلة صغيرة قصة الهيلينج، لأنه أنا ربياني كتير كاثوليك. So في بارتي من الكاثوليك إيماننا في الصليب، إنه نحن لازم نحمد يوم الصليب بفرح والقديسين وكل هول يعني. So كتير عندي فكرة الصليب كتير كانت مغموسة فيه، والوجع إنه إيه أوقات عنا إيه إنه الله بعت له الوجع، الله بعت له الهيدا. ومع الرب أنا هلأ بهلأ بمسيرتي هلأ on the personal level ما بقبل قولهم، بقول إيه الرب سمح، بس أنا بقول هيدا الرب إله إله عظيم، هيدا بي وكل بي حدا وأم منكم ما بيعطي شيء بش على أولاده. We discipline our kids بس ولا ممكن نجي نعطيهم شيء بشع. So أنا بالنسبة لي المرض كل هو القصص مش من الرب، وأنا بالنسبة لي في مطرح من المطارح بطلت صلي للهيلينج تبعي لأنه هيدا صليبي ولازم أحمله بفرح. وأنا أكيد الوجع اللي كنت عم بختبره هو ان اوبن دور تفوت على دور تاني بقلب يسوع، لانه كمان يسوع اختبر الوجع في بشارك ألمي بألمه وبختبر الفاسيت اوف جاد اوف جيزس ان هيز بين. بس اتس نوت سمثينج بدي ضلني ممسكه فيه للألم واقول له بدي اياه. هلا في قديسين طلبوه هن قديسين، بس انا عم بقول اون بيرسونال ليفل، لانه في مطارح انه ايه اخوري قال لي انه ايه لازم تقبلي صليبك وتقبلي بفرح، ومشان هيك بطلت صلي للهيلينج تبعي. وانا هلا اي continue and I pray أكيد at his timing at his هو يعني، وأنا already تستمني كيف أنا already he did the healing و also he healed my emotions and with David Stan he healed all the disappointment because I was dealing with disappointment لأنه علمت صليلي وروح بعلي على صلوات وكل هو اللي ما يصير في healing وشوف شفاءات يمكن حدي وما تصير ما تصير قصص معي. So بس هيك هيدا small point على قصة I still content for my healing and I still pray for it until يمكن اللي my grace is sufficient، but still now I keep on declaring and I pray for that. مهم رجعنا من ديفيد تانت وهيك بال worship صرت كل يوم بقعد بالأوضة أو بالصالون بكون عازب الأوضة عم برقص عم زقف like party يعني صلاة. فوت بعمل إشانج مع الرب، فوت مثلا تعبيني أو شو ما كان هو إشانج مع الرب، يعني عم أقدم له كل شيء وعم بتعبى منه عم يمليني
واكتر شيء يعني انا الورشوب ليش كتير هيك يعني بالسما اصلا ما في لا حكي وما في وعظات، كله ورشوب كله تهليل للرب. So it's like heaven on earth هيك. ف هالقد الورشوب بحياتي مهم وبيحكيني الرب فيه، يعني بيعطيني ريفيلاسيون وبيحكيني وداونلود بقلب الـ بقلب الورشوب. مومون عزيز بيجي الوقت يروح على امريكا. هل انا عزيز بيعرف انا كل ما بدي اسافر وكثير كان يسافر ما كثير بحبه يسافر لانه لحالي مع جاس هيك بحب اصلا كان بحبه يكون حدي. المهم اجى انه كان سافر 3-4 ايام على امريكا، قلت له ايه اكيد روح I was so looking forward for him for a breakthrough. بيقوم بيروح نهارتها قبل يعني بالليل بيقوم جاس كتير بيسخن كتير، يعني بصير نفسه كتير مش مزبوط، عشان بده فوت المستشفى بيقول عزيز شو بلغي ما بلغي تفاجئكم كمان spiritual warfare how it happens. قلت له انا انه لا ما تلغي اكيد اكيد نروح وانا بدبر حالي. المهم وراح لهونيك كل هالفترة الـ4-5 أيام أخذته لجاس على المستشفى. He was not feeling well. صار كتير معنا قصص بالبيت غريبة. It was like شغلة ورا شغلة. تحرك تعزيز يرجع يجي. قل له لا. Keep on staying. There's more. There's more. There's more. هو بقلب بثل بهونيك بيصير معه many testimony. He got the gift of tongues. وأنا صار لي سنين بصلي لها مش طلعت لي. هو بتكهب. وهيدا الرب يعلمنا to rejoice and to celebrate others like healing or giftings لأنه هيك by when we he enlarges us يعني he expands our capacity إنه نحنا لازم نحتفل لغيرنا ونحنا لازم مش نقول ليه عطيته ما عطيتني. ف أنا دي عم نضحك بقلت لأنه هو خبرني إنه he got an answer تبكي مبسوطة له إنه قد ما بيخبرني قصص وكل ما يتهى الفيلم من أمريكا أبكي قد ما يصير قد ما في قصص حلوة كانت عم تصير معه. سو ده عم نضحك انا عم ببكي انه هو راكي فوت وقت له مش طلعت لي يعني سوي لا كنت كتير مبسوطة له. ف بيقوم كمان هيك he was like staying in the spirit for 3 hours. He encountered the Holy Spirit. صار معه a deep 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 encounter, a deep 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 healing. الرب حكي انه كمان حكي هيك about that he's gonna have like a season of ministry. عزيز مش فهمين شيء انه شو ما انا ما بقرأ الانجيل وما بعرف. و مهم إجا من بثل he was completely changed, completely different بحياته الروحية. وكمان أو هيك حياتنا الروحية كمان flourish لأنه تنيتنا بتصيرنا نشقل بعض، يعني لأنه إذا واحد بس بيشقل بده يقشط والتاني بيقشطه بس صرنا تنيتنا هيك مع الرب. فهي شايميتا فبيقوم بهالسيزن منبلش كمان نعمل معنا في عندهم Battle Encounter. عم بصير في COVID by the way. وقت الكوفيد صار في كل شيء على Zoom ونحنا كنا we used to host a prayer group بقلب بيتنا. بيقوم على الكوفيد صار في كل القصص الأونلاين which is so good لأن رجعت عندي connection مع رفقاتي بلبنان صرت قدر ارجع صلي معهم. رجعنا هيك كبرنا سوا وصار في وقتها هون الـ Explosion وهون وقت عزيز وهيك وكمان مع جاد وكنا عم نصلي انه هيك to do something for our Lebanese brothers وهيك انفتح هون وقتها United in Christ لأنه عنا عالم يصلوا معنا بالعدين ده وشايمة وكذا حدا مسلمة وكلهم بروتستان so كمان عم يصاروا يصلوا معنا so can't you, it's something it's so much on our heart unity كنا هيك كلنا يعني كيف فينا كيف نقول نحتفل ببعض مش نخانق بعض. فهوني خلق United in Christ وبلشنا نكبر سوا وكمان تعرفت على كتير أشخاص بحبهم كتير 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 هن عائلة لقلي صاروا. بهالسيزن كمان كنت عم صلي لا أرجع أحبل يعني أنا كلهم تقول لهم صلوا لي بس أنا ما عم جرب أحبل صراحة خايف أحبل بس أنا عم بقولهم صلوا لي سو صلوا يمكن شي سنة أنا عم تصلي لي وأنا ما عم جرب أحبل بس إنه بدي أحبل. ف بيقوم بتجي شيماء أول مرة لعنا وهي وفيت اللي عنا على البيت دغري بتجي هيك أنا هون بلشت باي ذا واي تعرف كمان على البروفاتيك لأنه بهلسونج حدا إجت قالت لي بروفاتيك وورد I was crying كنت حاسة سنة نشاف سنة حاسة الرب ما عم بيحكي معي بهال هيدي مع حدا تاني بهلسونج حسيت الرب عم بيحكيني إنه كأنه إنه أنا شايفك وأنا بعرفك وهيك يعني it was like هيك a kiss from God. أنا دائما أقول prophetic word أصلاً it's a kiss from God. So شيء ما فات لعنا على البيت وبتقلي أنت رح تحبلي شفتني هيك إنه like Elizabeth I'm gonna be carrying a boy a world changer like John.
انا بالنسبه لي انه نحن نصلي لبنت انه لا جاسي هو الصبي، هلا انا حعمل ببنت يعني. مهم بهالبروسس انا بحبل لانه انا باخذ بلاد ثينرز، اي نيد تو دو انجكشنز، انا عم جرب احبل. سو قطعت يمكن شي 4 5 اشهر هالمره الحبل ما كان هين تقدر احبل، واعمل انجكشن وما يزبط الانجكشن، وعملت حساسيه وغيرت لغير انجكشن وبقى في مطار، يعني ات واز ا هول بروسس وما كان حلو ابدا. وكل وقت كل شهر يجي غير الشهر وما اطلع حبلي ابكي وازعل، مع انه مش انه في عالم تقطع سنه وسنين، بس انا لانه كان بروسس كثير بوجع لإلي. قل له يا رب. هون بس كان بدي احكي هيك اعمل انفس على البروفيتك ووردز، انه عندي القوه انه هيك تو ديكلير ذوز بروفيتك ووردز. بقيت كل يوم انه يسوع انت قلت، انت حكيت من خلال شيء انه انا بدي احبل وانا بدي اجيب صبي. اي كابت اون ديكلايرينج ذوز بروفيتك ووردز، يمكن طوشته لحديت ما دغري يعني ما دزم تيك ا وايل وحبلت. بس هيك درست تو سيت انه when you receive a prophetic word وهيك it's from the Lord declare it. يعني even Daniel can feel delays in what the Lord spoke in his life وهيك ال angel had to interfere. So sometimes بيصير في delays بس انه keep on holding على ال prophetic words that you receive. واكيد في كتير بيصلنا كتير prophetic words يمكن مش كله من الرب، كمان هون لازم نصلي discernment اياها من الرب وهيك يعني، the Holy Spirit will give you the conviction. مهم هون بحبل والبروسيس ما كان هين، كان عند الإبر، الإبر ما كانوا ابدا ما كنت عم جاوب بطريقه حلوه على الإبر، كان عندي دائما خوف، اجي كنت توجعني، حبا كان كله مكركب، كل يوم في وجع، وتوجعني اجي اقول هيدا سوري اتس ترومبوسس، ما خلص الانمي بيصير يحط الفير. وبهالوقت كل وقت عم صلي انا هيك I love the declaration هيك to keep on declaring the word of God. So I kept on declaring coming against fear, coming against كل هول القصص و anxiety وكل هول. وبنفس الوقت أنا كان عندي جيسي وعايشة بأمستردام و COVID. So ما في يجي عالم يساعدني وإذا حدا بدي يجي لعنا طيب ينتبه لجيس، كان في بس نقدر نطلب من خير العزيز لأنه إنه كان single. He was like مع حدا مع ساندرا. So طلبنا منه هو he already pre-booked a whole trip so ما كان في يجي. So أنا كان عندي هم كيف وين بدي أترك جيسي، أنا ما كان في ولد بأمستردام لأنه I had a really bad experience مع الميديكال سيستم. So الرب كمان حط هيك بدربة فيا ريتا باي ذا واي حكيم لبناني، هو دلني على حكيم تاني، وحكيم لبناني كان عن جد هو مثل بي. وتتروح كل جمعتين ثلاثة نسوق على براسل، هي كلها ساعتين نروح نزوره ونرجع نجي. بس كل هالوقت أنا ما في بيس بقلبي، في الخوف، خوف مسيطر. بيقوم نحنا كنا عاملين ليلة من الليلات باليونايتد إن كرايست، جادو زينا they came and did encounter هيك like music و worship و رولان خوري عزمنا على العشاء معه. مهم بيقوم بيكونوا عاملين encounter night، بيكونوا فيه مثل هيك يعني sanctified imagination مثل ما كانت عم سانت تيريز دافيل، نسكر عينينا وكان فيه مثل مسيرة بالبحر بالبوت مع يسوع. هون الرب الهولي سبيريت هي highlights for me that I need to share الفير بقلبي، وانا انه كيف بدي اخبر عن الفير، وانا انه نحن prayers ونحن بنحكي declaration واخبار وهيك، بس انا had to be obedient. So I هيك بلشت اخبر انه انا قدي في عندي فير، قدي عندي خوف من الولادة، من كل شيء عم بيصير حدي، وبلشت ابكي اكيد لانه خلص يعني I had to put it to the light قدام الكل. وهون بلشت هيك اختبرت حب كتير كبير يعني عالم ما بعرفها، لأنه كتير عالم they join وبيكونوا مسكرين كاميرا وما بعرفهم، هن بيعرفونا أنا وعزيز لأنه دايما بكون عم نحكي بس أنا ما بعرفهم. لتاني نهار عالم تبعت لي صلوات محبة، عن جد محبة مش من الأرض، من السماء، heavenly love. وكان شيء كتير حلو. still I kept on having fear. قلت له يا رب I declared بعدني عم خاف. قطيت للدو كل شيء على الدو. سوري بس ابني فاتي. سوري هيدا جيسي في الـ 8 years، هيدا أول تستمني بحياتي. فبيقوم ما عارف كنت عم بقول
بقول له يا رب فينا عن اللي عملنا الديكلاريشن حطينا على الضوء، شوفي بعد نفس الشيء. بيقوم الرب اكيد انا باي ذا واي ذيرز باور ان ديكلاريشن ات وركس ا لوت وذ مي، ذيرز باور ان هيك تحط قصص على الضوء ات وركس ا لوت وذ مي، بس هذا الرب ما كان بده اياها هالمره، كان عم يفرجيني انه بده شيء اكثر مني. كان عم بيعزمني انه كان عم بيعزمني على انتمسي معه. كنت عم صلي هيك انه ورشب انا وياه، وبلشت هيك فرط بكي and I started repenting، لأنه where there's love there's no fear. يعني مش معقول يكون في يسوع بحياتي وأنا بوثق فيك، أنا عم كذب عم بقول له بوثق فيك بس أنا ما بوثق فيه، لأن أنا خايفة كل الوقت، قالت لي شو بده يصير بالجاز، شو بدي عم بالجاز، كيف بدي أولد، رح تمشي الحال ما رح يمشي الحال، رح أعمل جلطات لأنه رح أوقف الأدوية نهارين، يعني كتير قصص. قلت أنا مش معقول إنه، وهون هيك I repented wholeheartedly. والرب فرجينا ان انت كتير مركزة على الخوف، انت you're declaring بس انت مش مركزة على حبي، مركزة على ضد الخوف. هذا was my emphasis. وبلشت هون اختبرت peace مش من الارض، سلام مش هيك يعني عن جد heavenly peace. وهون هالفترة خلص قلت يا رب مسلمتك كل شيء، مسلمتك جس. هالفترة دغري يعني بعد بجمعة بيقلنا خوسيه كل شيء تغير بسفرته، he's gonna be the days اللي أنا بدي ولد يجي ينتبه على الجاز. First thing I opened. أنا كنت كل وقت physically كتير تعبانة، ربي حط بأمستردام بوجه شخصين بالفيزيو، they are prophetic people، وعم يعملوا يعني كل وقت فيزيو. I was like the blood flowing، لأنه كمان the blood كان عم جاي ضل تعبانة، حسيت يعني أنا خلص أنا هلأ بدروح ولد، I was so ready، يعني كنت هيك يعني برام فوقانة تحتاني I'm so ready to go give birth يعني. So بيقوم بهالفترة بروح عند قبل ما ولد، الحكيم بيقول لي لأنه أنا الحكيم الولادة الجينيكو بيقول لي لأنه أنا ما عندي تبع حكيم الشريين وهيك نسيت شو اسمه بهونيك، إنه إن كيس إن براسل دينيت دلني على حدنا لبنان. سو رحت لعنده عمل لي مثل إيكو، بيقوم بيقول لي هيك بالحرف واحد إنه البنا كبع اللي إكرازيه، وانت لازم تولدي، لازم اعمليك لازم تعملي سي سكشن انت ونايمه، مش انه حتى سي سكشن انت واعيه، يعني بتكوني نايمه بتفوت على عمليه سي سكشن وبيفتحوكي بيشيلوا البيبي وبعدين تطلعي ويريكفر ومدري شو هيك كركبني. بس كان في كتير بيس، ونهارتها تعرفت على تاني فيزيو وكنت قلت لها بدي اروح لعندها، والرب كان كتير عم انترسيشن وبراينج، واي شاد وذر قالت لي اي دونت نو واي ذا لورد سو هايلايتد يو اند اي واز لايك كنت عم بتصلي لي وبتصلي لي، لانه الرب هيك عن جد هي واز كفرينج مي هير اند ذير. والبيس اللي كان فيه ما في شيء دق فيه، والحكيم تنهار بيدق لي الجينيكو بيعتذر مني بيقول لي انه ان هم بيحق له يقول اللي بده يقوله، انه نحن رح نعمل ناتشورال، واكيد هلا هو انا طرب مني يعني قبل بشهر حدد لي متى لازم ولد لانه بدي اعمل ابيدور الثاني ولاده ولازم اوقف الادويه الانجكشن. سو مهم تفرجيكم انه كيف الانمي دائما بده يرجع خلص يرجع يحط الخوف، لانه ما انا مبسوط انه انا عندي بيس من الرب، بس again it doesn't work. فبيقوم بهالفترة بيقوم عزيز ما بيعمل بيبي شاور، بيعمل شيء كتير أحلى من بيبي شاور. عنا كتير رفقة بيصلوا، هن soldiers of faith بلبنان وبرات لبنان، وكتير منكم بالجروب موجودين. هن ولدوا معي لأنه كانوا step by step بالولادة. بيقوم بيعمل prayer group وبيبلشوا قبل بشي 3 جماعة interceding and praying for that delivery. بيقوم قبل بجمعة من ما ولد دايماً كيف بيحرطق فيه ابني جاسي بيسخن كتير بسخن أنا كتير منه. بروح على بقطع جمعة ساخنة، بس ساخنة يعني أنه يجري بعمل ثروت برجع على رشح برجع بصح، عملت ثروت ومن بعدين نقل على الرشح، بس أنه بيت من اثنيناتهم يعني عم بقحي كتير عم مرشحة كتير كله سوا. بروح على براسل كلهم بعدهم عم يصلوا لي، وبهالفترة بس بدي أقول أنه I had such expectancy يعني كان الرب حتى عم يحكيني وكنت عم شوف يعني قدي كان عندي expectancy، يعني أنا رح فوت على الأوضة حشوف angels هالقد، يعني I'm gonna be in the supernatural ما حكم بالnatural، يعني هالقد الرب يعني رح يفتح لي عيني بالsupernatural، هالقد I had the confidence والقوة يعني أنه خلص I wanted to happen. وكان هيك كلهم حاميني بالصلاة قبل بنهار، يعني أنا رحت وبدي ولد تاني نهار بدي فوت أكتري بنفس الليلة بالليل لأنه بدي يعملوا الاندوكشن.
بيقوم بيعمل البراير نايت، وكلهم بيصيروا يصلوا لي. they give me prophetic words, they declare over me. الأذان ما في شيء ما بتقول لي إياه، شافت image of me عم بنصلب، ما بتقول لي إياه بوقتها، بس إنه شفتني عم بنصلب، بعدين شفتني إنه I'm victorious at the end. ما بتشاركني هالشي، which is إنه أكيد شيء كان كتير wisdom ما تشاركني، بس بتشاركني إياه بعدين. المهم فتنا على الولادة، هالمرة إنه ما بيدور الصوت should be good. بلشنا بلشوا أول شيء ما كان عم تعمل الاندكشن nothing، وصدنلي عملت وبلش كان كل دقيقتين دقيقتين ما عم بقدر اتنفس لأنه need to do the breathing, I cannot breathe. مسكرة من الميلتين، عندي وجع مش طبيعي، مثل واحد عم بيخبطني. I have to say the second birth was more traumatizing لألي من my first birthing. يعني إذا بجي بفكر in my birthing both they were traumatized. والرب كمان he's healing that part in me، لأنه أكيد كلنا هيك، أكيد الحبل والولادة وجع، بس it's nice to have a nice memory. والرب كمان he's healing that bit of the memory. فبيقوم فوت تولد وهن كلهم معي، حتى بيرا وماري أنا وبالولادة. بعدين بيعملوا لي الإبيدورال، بروق شوي عزيز بدل في بيرا وماري. بيرا وماري ببركني بالولادة قبل بنهار، حتى سبيرو كمان بيصلي لي كرمال تصح. سو كان كله يعني I was so 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 covered بالصلاة، يعني بطريقة كتير حلوة. I so needed it، لأنه كمان صار ضغطي شوت البيبي، كمان his heart rate. بعدين يعني وكان العزيز كان كل دقيقة هيك يقولون شو صار يصلوا، يقولون هيك صار يصلوا صح، يطلع ضغطي يصلوا ينزل، يطلع يصلوا يزبط. يعني كانوا كلهم على عنجد، كانوا عم يولدوا كلهم معي. وبعدين انحريت أنا I'm giving birth، وبعدين الحكيم had to intervene وساعدني. he was really like كتير هيك بيعقد، وطلع لوكا جوي، سميناه لوكا جوي. بوقتها صرت أعرف البروفيتك، we decided that we name him Luca Joy, light and joy, and he as a prophetic word, as a prophetic name. He is a carrier of joy. عن جد نحن دائما نقول he's like a pony, he sprinkles joy. لأنه هيك الرب هيدا الشيء هيك الرب عمله فيه. وكمان هو عجوبة رقم اثنين بحياتنا. It's also he's a testimony in our life. ومن بعدها هيك بروح على البيت، كنت كتير تعبانة، كتير موجوعة، كتير موجوعة من القطب، من الأح، من سخونة. again I'm breastfeeding, again it's not working. حسيت حالي ظاهرة من المعركة، ربحانة أكيد ربحانة، بس يعني كيف السولدر بيطلع يعني مكسر وهيك with injuries. I was like this، حسيت أنه أكيد I'm grateful Lord and I'm so grateful. وكمان again I had some disappointment، يا رب أنا أنت هيك أنه يمكن I had the expectation. I had to also to هيك sit with my emotions again. بوقتها كمان كان في الهرمونات كله على بعضه، بس الرب بعده لهلأ كمان he's dealing. sometimes بيطلع هاللير منه لحاله وبيرجع بيشتغل على هاللير. وهيك I have to say أنه the second day أنا the night that I gave birth ونامة بالأوضة ولوكا كان علي، بس تقول أنه هو رأي كتير بيحكي بالأحلام، وكان عم بيحكيني كتير هيك إنه one prophetic dream. I was in that dream تحت الدوش حامل البيبي، وحدا عم بيدشني بالماي بالشاور، بيقولوا showers of blessings، وعم بيبرموني وجه ورا وجه. صرت شوف كل شخص طليلي وجه ورا وجه وجه ورا وجه. كان كتير حلو الحلم، إنه قدي كانوا حاضرين وقدي كانوا حامليني، وقدي كانت كمان إجان صلاة الجماعة هي اللي حملتني another time. So هيدا شي تاني بدي أقوله. بس تشوف another point لما بدي مع بالي أنسى شي. أوكي. بدي كنت أرجع أقول عن بهالوقت نحن كمان كنا عم نعمل شيء اسمه supernatural مع like ministry مع بيثل، هو كورس سنة عم ناخده أنا وعزيز بأمريكا، لأنه نحن كتير هيك على قلبنا نشوف كمان ال revival in our Catholic Church. وكنا عم نلاقي in Bethel. ونحن لقلنا بدي أقول لكم بس هيك كمان نوت على هذا البارتي. عندي كتير رفقة، أنا صار عندي رفقة من الكاثوليك وعندي رفقة من البروتستانت، وعندي رفقة بيصلوا لي للخلاص من تنيناتهم. يعني عندي حدا من الكاثوليك بيصلي للخلاص وحدا من البروتستانت بيصلي للخلاص. وأنا بس بدي أقول إنه أنا بدي أقول thanks to the Protestant Church. عزيز هو هون
thanks to Father Michael to هيك خوارني هالقد مليين من روح القدس تنحنا هون. وthanks كمان لأشخاص كمان عم بيكبروا بالروحانية وكمان revivalist بالكاثوليك تشيرش كمان, يعني كمان هن بيلعبوا دور كتير كبير بإيماننا وهن كتير من بيناتهم موجودين هون. بس بدي أقول شغلة, إنه أنا عندي واحدة من رفقاتي يعني كمان she's a woman of faith و she inspires me a lot وهي كاثوليك وكتير كان عندها spirit of anti-protestant وكتير بحب إيمانها وصلاتها. وعندي كمان شخص كثير بحبها, بنتها قبل ما تتعرف على يسوع شيء بنتها انتحرت وهي كانت نيو ايج واختبرت الرب وحدا يعني كمان شو بيقولوا صخرة ايمان بروتستان كمان بتكسر بالكاثوليك. I encountered those two وانا بحس هيك بدي اقول شغله انه قدي حلو ان نحتفل ببعض ما نكسر ببعض لانه the biggest war is outside. نحن إذا منحب بعض نحن we know them by their fruits. إذا هالفروتس بيناتنا نحن ما منحب بعض منتخانق مع بعض ومن we should celebrate each other. وبنفس الوقت أنا بقول بالكاثوليك يحيى مادر تريزا يعني وصلت لمطارح ما حدا بيصلى وفي بانكي راينهارد بانكي وهايدي بيكر وصلوا على أفريقيا على مطارح عم يصير في ميراكلز يعني ما حدا من الكاثوليك راح لهونيك. thousand and thousand of people are giving their lives to Jesus. So كل واحد كل واحد منا كل واحد له دور بالكنيسة كاثوليك وبروتستان ونحن مضل نصلي لليونيتي. وأكيد في يعني قدي حلو نضل يكون عنا هالopen heart. يمكن في عالم they will like what I say يمكن not, بس أنا هيك بحس إنه هيك أنا يعني مش بالصدفة الرب قال إنه نصلي إنه حتى أنا وصغيرة هيدا الشيء اليونيتي يونيتي يونيتي وقطعني بهالشيء لأنه ما في شيء مع الرب صدف قطعني بكل هالشماعة معه لأنه عن جد قدي حلو نحب بعض وهيك نصلي لبعض ونتعلم من بعض لأنه أنا I have to say تعلمت كمان the laying of the hands ونصلي للعالم من وراء البروتستانت شيرش وهلأ I do it more and more with my Catholic friends and كمان we were هيك يعني كمان نعمة زيادة إنه كمان إنا جروب صلاة تاني بأمريكا كمان اللي هن مثل يعني مثل بثل بس على كاثوليك وكمان they do it عندهم غطاء فاتيكان وكمان they do it they walk in signs and wonders لأنه كل واحد منا مدعو كل واحد المانديت من الرب يعني مش إنه نقول إيه أنا منيحة وخلص إنه أنا بعمل واجبات مع الرب وخلص لأ لأنه أنت وأنت كل واحد منا نحن يمكن نكون باب خلاص لكتير عالم نعرفهم عن يسوع وإذا نحن حدهم وهن ناطرين كلمة أو صلاة منا يصير معهم شفاء ويصير معهم encounter with the Lord لأنه نحن كل واحد عنده هالقد دور أساسي. وكتير هيك بدعيكم يعني أنا الرب كمان مرة هيك كتير he highlighted the bit of my prayers كتير فرجاني في نهار كيف كنت صلي كيف صرت صلي لأنه كتير ما بيشبهوا بعض. وبنفس الوقت كتير قال لي I delight in you there and I delight in you here. بيحب كيف كنت صلي وكيف بيحب كيف تصلي يعني ما في واحد أو واحدة في يمكن عالم تكون مدعوة تكون بس intercession وتكون مثل شرب الناسك أو whatever بس في عالم مطلوب أكتر بكتير وما عم to step into that. وكتير هيك بدعي كمان أنا بكل هالشمال معه هيك كتير الرب highlighted that bit of my journey in faith with him. قدي نعرف الإيدنتيتي قدي نعرف كلمته بالإنجيل يعني أوكي prophetic words كتير قوية بس هو أكبر promise وأكتر prophetic words مكتوبين بالإنجيل over our life. قدي مهم تعرفي مين أنت إذا يسوع بحد ذاته حب يسمع يعني الرب قال له أنت you are my beloved son. إذا يسوع ابنه he had to hear his identity from the Lord. نحن قدي ما نسمع أكيد كتير وقدي نقضي وقت معه ونمتلي منه وهيك to restore our identity to know who we are in him who he is in us. نعرف our authority لأنه هو قالنا أنتوا باسمي بتضرطوا أنتوا باسمي بتشفوا. قدي نحن لازم هيدا الشيء أنا هلأ يعني بعدني عم بتعلم عم still on a journey بس أنه هي دائما takes that risk to take risk and to do that leap of faith نعملها. It's an invitation هيك اليوم هيك على قلبي كتير ادعي من كل واحد منكم تكون هيك an invitation لكل واحد منكم to go deeper with the Lord and to start هيك activating and asking for more and more and more will hunger will seeking will do more and more. هيدي هيك نقول على غير بارتي قبل ما بدي طول عليكم. بدي اقول اخر بارت من التستمني هو انه نحن كنا بامستردام وحسينا الرب عم يدعينا نترك امستردام
ونحن كان هيك كنت تعرف كنا بالأرقام، كان كل وقت أونس 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 أونس، يعني حتى الهلية كنت معي وشفنا أونس أونس. It was everywhere. وصرت فتش شو أونس أونس. It was like a transition. وكمان كنا عم نصلي وهو الرب حتى على قلبه على قلب عزيز we need to leave. بيقوم عرفنا أنه لازم نديح فل بس ما عرفنا لوين وما كتش صلينا وين. وكان ثابت انه رحنا على اسبان وعزيز بيحكي اسبانش، انا عزيز ربي فتره يعني 20 سنه عاش بالاكوادور سو بيحكي اسبانش. قلت بنروح على اسبان على هالمنطقه استيبونا يعني سوتو جراندي 40 مينتس من ماربيا بنروح هونيك. ات واز لايك الباب ما كان عم ينفتح كل شيء مسكر ونحن كفينا بلا انه هو كمان في ديسيرمنت لانه سام تايمز الرب بيسكر سام تايمز ذا انمي بيسكر هون كمان ديسيرمنت تو نو مين عم يسكر الباب. نحن هون يمكن كنا بفتره خلص انه هو قال لنا مشي مشين وين خلص انه رح نروح. رحنا لهونيك it was not from the Lord. It was everything كان مسكر. It was like spiritual warfare شغلة ورا شغلة ما كان في peace. صرنا هون نقول اوكي رب انت ما بدك ينا نكون هون كتير واضح هالشي. وصرنا نقول اوكي بركي مدريد بركي فالنسيا صرنا هيك انه بعد عم فكر بسبين. انا عندي group de prière عندي كذا group de prière على الواتساب بقوم حاطين شي عن البرتغال برا هيك. قلت أنا إيه إنه ليش مش برتغال؟ بيقوم بعد الظهر عزيز عم بيقول لي إنه كان حدا كان يشتغل معه ونقل على البرتغال والبرتغال ما في تاكسيت وهيك وعم بيقول له عم بيخبره عن البرتغال. قلت له إنه اليوم كنت عم فكر بالبرتغال وأنت عم تقول لي هلا البرتغال يمكن لازم تصلي على البرتغال. سو بلشنا هيك نصلي أنا وياه وقلنا كان في كونفرنس بحسب راتردام اسمها Awakening Europe وقلنا يا رب انه نحن رايحين على الكونفرنس اذا انت بدك ينا نكون بالبرتغال give us a clear sign. وهيك كان صلاتنا وهيك and we pray so much and give us divine connection. And that week كان في United in Christ happening وكان في اول مرة مايا كانت اول او ثاني مرة مايا حاج بتقوم بتكون معنا وبت she was highlighted لشيبو وبعدين بت مثل ما نخلص بتقوم ليا ليا هي بالكورتيم صوفيا حتى ل ل لمايا لنا مايا بتبعتنا بالكورتيم إنه في كنت دولة مايا على الجروب على الواتساب جروب إنه لا إيه سو عايز تفتح تاي حتى بيلا جوال إنه شيء هذا بورتوغيز نمبر تقول شو لا مش معقول إيه بدأ يطلع لمايا تلمع ما بعرفها بس كده أنا بعد ما بعرف بس أنا خلص she's my first answer prayer يعني أنا وعزيز قلت لها مايا نحن عم نصلي وهيك هيك هيك وأنت بين عايشة وقلت لها عايشة بكاشكاش ومطرح ما نحن عم نفكر نجي قلت لها oh my god نحن كنا نصلي للكونفرنس no still it's a sign. رحنا على الكونفرنس نحن وبالكونفرنس عم نعمل worship there was zero flags zero zero قوم تنكزني ليا وشيما بقولوا لي طلع وراك نبرم هيك بلاقي بنت وراي لقطة من أول لإيدها لتاني إيدها flag برتغال من huge flag it was like خلاص إنه it is a big confirmation he wants us to be there. منخلص الكونفرنس ننزل على لبنان نرجع نجي نروح نزور برتغال. أول when we stepped in there هون على الأرض حسينا هيك بسلام كتير حلو هيك we felt the presence. تعرفنا على باستر فادر مايكل عرفنا عليه كمان فادر مايكل he's so much هيك into هيك he's very open but he's very devoted يعني as Catholic but he's very open كمان لهيك للunity فبيقوم بيقوم من متعرف عليه وبيصير عنا هيك some divine connection كمان مايا وخيا وعائلتها بنصير نتعرف على العالم نرجع منبلش نقدم على مدارس وكل شيء بينفتح هون كل شيء was full all the schools مفولين ما في محلات كلش بلش يفتح لأنه هيك يعني خلاص we saw his hand things are opening حتى البيت كمان كنا نشتري البيت وكان في شوية مشاكل عليه كمان صلينا على البيت يا رب إذا البيت منا كمان he give us a sign رحنا نحن رحنا عم نقعد على البيت we see a big huge rainbow over the house like a confirmation وكمان عزيز هيك كان في شوية مشاكل بهيك شوية قصص صغيرة تعلق بالمورجيج وهيك كمان الرب he had like إنه إجا كمان الرب حكي وقال له إنه this house is for you
I have to say in Portugal, أنا الرب يعني دايما بيحكيني sometimes in a thought, sometimes in my prayers, sometimes in ideas. ولا مرة كان هالقد يعني I have to say إنه مش دايما بصلي للساين بيطلع الساين, بس إنه أوقات بيحكيني من خلال حدا أوقات بيحكيني. بس in Portugal I have to say كان كتير specific, كان كتير عم بيحكي. Anyway, he is a living God. So كان كتير حاضر بنقلتنا. And we know إنه one day we're gonna be back هيك in Lebanon, لأنه منعف عنا ميسيون هونيك. بس هو حدثنا هون يمكن training ground ما بعرف, بس جيبنا لسبب هون وعم يفتحنا بوي ودغري على عملنا رفقة بطريقة كتير حلوة. حتى بس أنا بدي جيب سيرة هذا الباستر اللي تعرفت عليه, هذا الباستر هو the facilitator بالإيفنت بأويكنينج يوروب, وقال له تعود شاركته الخبرية, قال لي هيدي البنت اللي من بالفلاج هي from my team, from his team رايحة على الإيفنت. فتشوفوا كيف القصص يعني إنه كله divine connection, هيك الرب يشتغل كله. بس هيك عايز نطلع نروح ونرجع لورا ونشوف هيك تدخلاته هون وهون. بس هيك ما بعرف إذا فات في شيء, إذا في شيء نسيته الرب هيك والهايلايت ليتر. إن شاء الله ما كنت طولت عليكم, وإن شاء الله هيك يكون هيك I just فرجت his glory and his goodness in our life, لأنه he's an amazing father, he's so so good, وعظيم الرب. Thank you. You are here. You are here. You are here. Jesus. You are here. You are here. You are here. Jesus. I believe in you. My Lord and God, I believe in you, Jesus. I trust in you, my Lord and God, I trust in you, Jesus. You are here, you are here. You are here, Jesus. Joel, God bless you. مرسي على هذا الوقت يلي يمكن من الأوقات القليلة اللي أنا فيها هيك بتأثر. مش لأنه بعرفك بطريقة أقرب من غير, إنما كلماتي كانوا حاملين كتير من روح القدس. فيهم discernment كتير عميق, فيهم هيك clear image of the Lord and which is love and his continuous presence that never ends. كتير حلو هيك كيف مع كل شيء حكيتي كان في بذات المساج الديسيرنمون والمسج اللي تقريتيه بهالمرحلة, واللي هيك بيضوي بطريقة كتير حلوة على قد الرب حلو, قد الرب عظيم, قد بيسمح لأنه بيعرف رح نكون أقوى وأحلى. قد الرب مزبوط, ما بده أبدا أي شيء بشع لأولاده. قد حلو النظرة هيدي الاكسبيريانس الاوكومينيك تبع الوحدة الكنيسة يلي فيها هيك بكلمات أكيد من روح القدس هيك وصفت هيدا الشيء بأحلى شيء بينوصف, اللي هو إنه هيدا جرح بقلب الرب, والرب حط على قلب كتير ناس. يمكن ذكرت أنت ميشيل وفاسولا, في كتير 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 ناس بالكنيسة كانوا بكل وضوح يحكوا قدي هذا الشيء بيوجع قلب الرب إنه الكنيسة تكون من قسمه, وإنه العذراء أم الكل حتى لو ما كانوا بيعرفوها, لأنه هذا الـ her spiritual
motherhood لنا هذا شيء بإرادة إلهية، يعني part من ال salvation على الصليب هو إنه قال أنت اللي هتكون أمون على طول، اللي بيعرفوها واللي ما بيعرفوها، كيف اللي بيعرفوا الرب واللي ما بيعرفوا الرب، يعني واللي بيعرفوا أعماله قد إيه عظيمة واللي ما بيعرفوا أعماله عظيمة. نحن اليوم أنت قلتي كتير ضوى على شيء كتير حلو، هو إنه الحب والثمار تبع اللي بيعرفوا يسوع وين ما كانوا يكونوا. ما بهم، يمكن يجي وقت، يمكن في أشخاص بيضلوا عندهم هول القصص اللي هني حواجز، مش إنه مش غلط، إنما يمكن مش مطلوب إنه كل الناس تشيل كل الحواجز، إنما مطلوب من ناس معينين يفرجوا هذا الوجه الحلو تبع وحدة الكنيسة ويلعبوا هذا الدور، والروح رح يقود الكل بعدين. وأحلى بارت من تيمونياجيك هو إنه كنت كتير أوبن أنت، حتى بالقصص اللي حكيتيهم من تيمونياج عزيز، القصص البرسونال they meant so much بالأوبنس، وحتى بالديسرنوال التي قدي حلو إنه هيك كيف سلمت كل شيء ليسوع، ومثل واحد قال له أعطيت دفوار لعزيز قال له فوت دروس سكر الباب ما بتطلع من الأوضة قبل ما تكون بحفظهم كله. كتير حلو. أنا بدي أعطي مجال للناس اللي رافعين إيده ليسألوك وليحكوك. أنا بدي أسألك سؤال صغير. أنت اليوم عم بتقلت بالآخر، وهذا شيء كتير حلو قلت إنه نحن يمكن بالآخر نرجع على لبنان، إنما هلأ في شيء عم نعمله هون لأنه في دور عندنا كمان نلعبه بلبنان. هذا it bring هيك it brought joy to my heart اسمع هذا الشيء كمان حمستني محل ما أنا أرجع لبنان. بس بمحل معين يمكن اليوم أنت you don't know exactly شو طالب الرب مني بهونيك وشو طالبه منكم، إنما هيك you pray and you are waiting for him to guide you on a big level, on small level, in all details. So سؤالي هو إنه هلا أنت محل ما أنتوا بالبرتغال، يمكن ما بتفهم أوقات الموضوع، يمكن يكون كمان شمينوار لكم بيرسونال، يمكن لحتى تعملوا باجاج، لحتى تقدروا من خلال الشيء اللي حتعيشوه هونيك تقدروا تعطوا لغير ناس عايشين بغير محل، يمكن ترجعوا هذا الباجاج اللي عم تحملوه، يمكن ترجعوا تاخذوه على لبنان بعدين. اما you expect اما you have in your heart another image of the mission of doing something there. انت where do you stand in your personal discernment؟ يعني بحس هون حدثنا تنتعرف بعد على أشخاص ونعمل هيك more equipping ونفتح لنا باب أكتر، لأنه نحنا هيك هلأ كله في شغلتين بشوفهم يعني. والشغلة الأول شغلة اللي قلتها كمان، لأنه عقلبنا كتير لبنان وعقلبنا revivalist، يعني كتير عقلبنا هيك تشوف revival in our churches، عبالنا هيك لسه عم نختبرها تحت وعم بتير وبدنا أكتر وأكتر. so مشان نشوف إنه إحنا عنا الميسيون بلبنان، ونحب مطرح استراتيجيك إنه we can connect we can هيك نشوف how مين فينا نجيب على لبنان، شو فينا نعمل للبنان. so بمطرح من المطارح استراتيجيكلي للبنان. ولشغلة بيرسونال بحس إنه أنا كنت عايشة بأمستردام أنا وعزيز، يعني أمستردام كل شيء كتير open، وإذا بقول لك قديه هون أرض مقدسة، عم يعني بتعرف على أشخاص ما أنا متعرف عليهم بأمستردام هالقد، مش بس بعاد عن يسوع، عايشين بقصص كتير بشعة. يعني حاسة كمان كيف إنه sometimes هيدا أنا كتير بحبه المشهد تبع السامرية، إنه sometimes غير الروت تبع طريقه تيوصل لعنده. يمكن نحنا كمان حطتنا هون، لأنه أنا كتير بحب ودي وشغلة كتير بحب الجماعة وبحب نكون، يعني أنا في فترة من فترة كنت عم صلي يا رب بعت لي رفقة بيصلوا، صاروا أنا بالكنيسة تعرفت على كل رفقاتي، وفي رفقات اللي بعرفهم نايلة وكلهم من أنا وصغيرة، إليان كلهم بعرفهم من زمان، صاروا كمان بالجروب الصلاة. يعني كتير حلو نكون بجماعة صلاة، بس sometimes بنضل بهالبابل الصلاة ما بنروح على العالم نتعرف على غير عالم اللي هن بعاد عن يسوع،
ونقربهم على يسوع، انه نحن we need to socialize وكل واحد عنده sphere of influence يكون. سو نحن انا بهال بهال بهالفتره هون عم بتعرف على اشخاص عندهم كتير، مش بس النيو ايج يعني الكونداليني سبيريت اخبار، وبحس انه انا وعزيز هيك عنا دور كمان هيك تو شو ذم جيسس، نعرفهم على الرب ونقول له رد اول ما نقول على بيتنا. كوز انا بامثله كثير بعتبر انا وعزيز انه بيتنا وعنا كثير تستمنيز، لانه كنا نعمل بقلب بيتنا لقاءات صلاه كثير يصير يكون في هيلينج ان ذات هاوس، مش لانه نحن انا وعزيز، لا لانه هيك نحن وي ار هيز فيسلز وكنا افيلبل لإله. We so see our house, our new house, we're praying over it to be a house of worship. يكون بيت عالم تجي لعنا ويصير معهم شفاءات healing emotional. So بحس كمان عنا دور هون للعالم اللي حدنا، وكمان دور ناخد للبنان، وهو الرب رح يفرجي. He will show us more يعني. Hallelujah. Thank you. Shiraz? Oui. Bonsoir, Joël. Hi, Shiraz. هاي جوال، أنا ما بعرفيك، هذه أول مرة بسمع عنك، وحبيت أول شيء كتير التمونياج، حبيت الكذب البيضة اللي خبرتينا إياها إنه ما لقيت شيء، شو بدك تعملي تمونياج. هل قد كان غني التمونياج تبعي؟ يعني إذا بدي هيك أذكر بس شغلتين، إذا الجلطة بإجري منها صليب، إذا جوزك عزيز اللي كان بقصة الإمار ما كانت شيء. بعطيك بس أنا بقلك إنه أنا شاغل 25 سنة بالكازينو، وبعرف شو معنيت واحد أمرجي، ولا مرة شايف حدا نوقف. مش عجيبة، يسوع شايله من تم الشيطان، هو بذاته ما قبل لما هيدي أنا بقول لك إياها، وعن جد لأنه بعرف ناس جربوا يوقفوا بيوقفوا بيرجعوا دغري. اللي سوري ما عم دين بس الشخص اللي بيلعب قمار، هيدا شخص وقع أو وقعوا بسطل زبالة، وكل حدا بيقرب عليه غير يسوع بده ينجوي. أنا هيدا كل شيء. بدي أقول لك إنه كثير حبيت وقتها عزيز جوزك كتب لك I love you، كثير حبيت. واو شو مهضوم، عن جد ما بعرفه بس عن جد مهضوم. في عندي دايما بسأل هيك سؤالات، عندي 7 سؤالات ما رح كترهم عليك. مفضل لأنه في صف ورانا وفي ريتا نادر ما بحب نطرة حبيبة قلبي. بقى إذا فيك تجاوبي على كل سؤال بقلك إياها أو سؤال أو الخدم، إذا فيك تجاوبي بكلمة واحدة أو أول كلمة تطلع على بالك، ما ضروري تفتشي كتير، وهذا في إله شيء علاقة فيي أنا بيرسونال، لأنه هو كمان بدي أقول لك إنه تيمونياج دق كتير فيي. أعطيتيني جواب على الصوم على الخبز والمي، أعطيتيني كتير جوابات يعني ما بقدر هلا اقولهم لانه هالليله لقيتك تيمونياج شكل لك، بس عن جد دقيتي وفت بالصميم. هيدي تعزيه لك، هيدي الروح القدس يسوع الاب كلهم عم يتكلموا فيك. اول شغله، اول سؤال، او يسوع الارباني. ثاني سؤال، يسوع الارباني عظمه وهم بالنس العذراء. أمي روح القدس. My best friend. إذا بيقولوا لك نقي شخصية من الإنجيل غير العذراء ويسوع، فيها تكون من الرسل، فيها تكون شخصية من الإنجيل، أول اسم بيخطر على بالك شو هو؟ مين؟ بيتر. هذا بيرسونال بيتر رأس الكنيسة الصخرة. سؤال، شو هو هدفك بالحياة هلأ بالوقت الحاضر؟ هدفي؟ عندي كتير هدفي يكون ربي ولادي بطريقة هيك
يكونوا ليجاسي، يكون عندنا ليجاسي بقلب بيتنا. كثير بحب شغلي وبحب كل شيء، بس هدفي هلا العائله وين بدها توصل، وين هالولاد كيف يكونوا هيك world changers. هيدا هدفي بالحياه. مش معقول الروح القدس هالقد بيحكي معك، لانه السؤال الثاني كان هو عن اولادك، شو بيعنوا لك؟ هو احلى كادوين الرب، ودائما اي ديكلير هيك، ومنصلي نصلي ان هيك هن يتعلموا كمان، لانه جست وقت يكون حدا منا بشيء او هو بشيء بحط ايده ان هي برايز سو هي نوز. بدنا نعطيهم هول القصص من هن وصغار، كوز هن الجيل، هن اللي لازم نحن كل شيء هالغنى اللي عم نغنيه نعطيه لاولادنا من عمر صغير، لانه تيصيروا بعمرنا بيصير في يعني نار وماشي. السؤال السابع بس مش الأخير، بس من السؤالات السريعة، إذا بقلك شو إذا قلتلك شو بتتمني، شو بتتمني؟ وبذات السؤال شو بتطلبي؟ وفي تمييز بين بين بتتمني وشو بتطلبي؟ بلشي بأول واحد، شو بتتمني؟ بتمنى في كتير قصص بتمنيها، يعني أول شيء بتمنى قصص يعني مش بس لإلي، ميبي أكتر بتمنى السلام، هيك سلام على هالأرض. كأيت منقولها سلام على الأرض، بس عن جد قد ما بتشوف هالأيام الأتاك على العيال، الأتاك على الأولاد، الأتاك على الإيدنتيتي، بحس إنه كتير هيك بتمنى وبطلب، يعني شغلتين هيك، السلام وانتصار قلب العذراء وانتصار يسوع على هالأرض، لأنه خلص صار في كتير وسخ على الأرض، هيك تنظيف. هيدا هيك تمنى. وشو بطلب؟ بطلب شفائي، بعدني بطلب شفاء كامل، بطلب بنوت، كنا هيك الرب يرزقنا ببنت، بس ما بعرف عزيز هلا، ما بعرف الهولي سبيرت لازم نحكي مع عزيز مش معي. وايه هيك بطلب قبل كل شيء هيك الصحه، صحه للعائله، صحه لعائلتنا وللعالم اللي حوالينا، هيك البروتكسيون. ها اول طلب يمكن بطلب انه هيك البروتكسيون، وتضل هيك رينج اوف فاير اراوند هيك كل عيالنا وكل اولادنا. بدي اعتذر على اللي بدي اقوله، سامحيني على اللي بدي اقوله من هلا، بس بدي اقول لك شغله، في فرق كثير كبير من اللي بنتمناه وشو بنطلبه. على طول بقوله بالانجيل اطلبوا الرب، اطلبوا الاب، على طول بنطلب الاب. كل شيء بنتمناه نحن عايشين بهالحياه، فينا نطلب مصاري، فينا نطلب مصاري بس هيدا غلط، فينا نتمنى مصاري، فينا نتمنى انه اولادنا يطلعوا مربيين مزبوط وبيعرفوا يسوع، بس ما فينا نطلب، لانه الطلب هو بس نطلب الله. تمني فينا نتمنى كتير اشياء، بس الطلب هو لازم يكون بس لله. هذا رأيي الشخصي. اكيد اكيد بحترم رأيك. You said it، اطلب الملكوت وكل شيء بينزاد 100%. هو first to seek his presence above everything. بس أنا بدي أقول لك شيء، هو باي وبيحب، he ask keep on asking. يعني كتير أنا كتير بحب يعني إجا لعنده بطلبات، أنا بنته بدي أسأله، بالعكس بدي أسأله الملكوت هيدا شيء أكيد أول شيء 100%. ويمكن معك حق، I had to highlight that point to thank you for mentioning it. أول شيء to seek his presence and seek his face above everything else. بس كمان I ask so many things from him، لأنه أنا بنته بدي أسأله لبي. فيك تتمني اللي بدك إياه، وبحق لك تتمني أكتر شيء، لأنه هيدا الإله للي نزل وصار إنسان وتعذب وعيش مثلنا وتعذب، وهو ما في إله ذنب، هيدا كرمالنا، ما في شيء كتير إنه يعمله، ما في شيء مستحيل إنه يعمله. بس بدي اقول لك انه حبيت بالفكره وقت اللي انت عم تحكي عن اليونيتي، وكيف نحن مختلفين بين الكنيسه الكاثوليكيه او الموارنه الانجيليه او غير سكت من اللي بيعبدوا يسوع، خلينا نقول، بس في عنا اختلاف بيناتهم. نحن صحيح مختلفين، بس نحنا باختلافنا فينا نحب بعضنا. وبالإنجيل، الإنجيل تبعنا موجود أكبر اختلاف، وقت مار بولس بيقول له لمار بطرس، بيقول له مرائي، بيقول له مرائي، يعني عم بيقول له أنت كذاب، بس بقيوا هني بذات الكنيسة، كان في محبة بيناتهم، ما كان عم بيقول له إياه بكره،
لأنه إذا أنا ما بحب الشخص الثاني وتقدر حب الشخص الثاني بده يكون فيه يسوع. وقت اليسوع بفوت على قلب حدا مش معقول إلا ما يطف لبرا. ما بتقدر تخلي هذا الحب لإلي. مثل هلا اليوم أنت ما فيك تخلي هذا الحب لإلي. نحن العقل البشري يمكن هيدا ما بعرف إذا حدا بس نحن العقل البشري نحن خلقنا ربنا على صورة الله ومثاله. نحن خلقنا هيك خلقنا ربنا. نحن العقل البشري ما في فكر نيجاتيف. فيك تقولي لي لا، وهلا الكل اللي عم بيشوفونا وعم يسمعونا واللي رح يسمعونا بيقولوا انه لا، كيف انه ما في يفكر نيجاتيف؟ مزبوط، ما فيك تفكر نيجاتيف. رح اثبت لك هيدا الشيء. ما تفكري بالفيل، الكل فكروا بالفيل. وقت اللي بيكون في ناس عم يعملوا هالهيدا بالذات شوي الانجيل، وقت اللي بيكون في عم ناس عم يعملوا سكي بقلب الجبال وفي شجر، اذا بتقولي لهم ما تركزوا على الشجره بصير هو ونازل بالجبل بصير يقول ما بدي اضرب بالشجره ما بدي اضرب بالشجره بيعبي بالشجره، بينما اللي عم يعمل سكي مزبوط بيلحق الباث الطريق، ونحن لازم نلحق على طول الطريق. انا هيدا برايي بكل تواضع، يعني انه مش لازم نحن وقت اللي بنفكر نيجاتيف. ويسوع حتى يعني مع السامرية مع ولا مرة كان يعير حدا بخطيته. نحن البشر نحن منعير بخطيته. عم تحكي هلأ بالبرتغال، حتى أنا هون هلأ بفرنسا، أنه في كتير ناس بعيد عن يسوع لأنه السبب أنه هؤلاء الأشخاص منهم محبوبين. أول شغلة لازم تنقرب الشخص التاني لأنه لازم يحس وقت هو بيجي لعندي أو أنا بروح لعنده انه هو شخص محبوب، محبوب مني قبل ما ينحب يتعرف على يسوع. هيك بعرفه على يسوع. في احكي بالكلمه بس في ناس ما بيقبلوا الكلمه، بيقول هيدي شو عم يحكيني، عم بيحكيني بالانجيل ليك وين نحن وصلنا على القمر وطلعنا على مارس وارتفيشال انتليجنت وشو عم تحكيني، ناقصهم حب، ما في. وهالعالم كلياتهم انا منهم، يعني انا اول واحد منهم. أنا شخص مجرح من وراء المجتمع، من وراء عائلتي، من وراء شغلي، من وراء كلهم، لأنه ما انقبلت، لأنه ما حسيت أنه حدا غفر لي. بس اللي أزاني، إذا بدي أعرف اللي أزاني هو شخص حتى مش عارف أنه هو أزاني. 90% من الأوقات ما بيعرف إنه هو أذاني. كيف بده يقول لي إنه أنت أنا خطيت بحقك؟ قليل تيجي حدا، هيدي بيكون نعمة من عند ربنا وقت يجي حدا بيغلط بحقك بحق حدا وبيقول له أنا جيت غلطت بحقك. بعدين هل أنا مزبوط ناطر إنه بده واحد يستوعب، هل أنا ناطر إنه من الشخص اللي أذاني هو اللي يقول لي سوري أنا أذيتك؟ أنا ناطر من يسوع يقول لي أنا بقبلك مثل ما أنت، أنا بقبلك بوسخك وأنا بنطفك. أمين. قلبك أنا أعطيتك إياه، من برا أنت مجوي، أنا بغسل لك تيابك، أنا بحممك، وبصير يطلع النور من قلبك للي أنا عايد أوي قلبي وبيطلع لبرا. ما بعرف شو بدي أحكي بس طولت كتير. أول شيء بقول لك أحبك كتير حتى لو ما بعرفك، بس بحس حالي بعرفك، وما في أترك كل شيء اللي قلته قبل ما أعطيك 100 وردة. بليز هيدول وصليون ليسوع، بس بقول لك هيدول 100 وردة لك، بحبك كتير. أنا كمان ميرسي، أكون بصلاتي وهيك تعمل full healing in your heart، والأشخاص اللي هيك حتى بدربك أشخاص هيك the right community بفرنسا تكون كمان هيك تشلك وتكون حدك كمان. مرسي. Thank you فراس. Thank you فراس. بس لازم تكون فار يا فراس، عم تطلب من الناس يجاوبوا بكلمة واحدة على 7 سؤالات وانت عم تجاوب بمية كلمة. مزبوط مرسي. لازم تكون فير من هلا بالرايه.
ثانك يو ميرسي كثير فراس. لا سوري سوري جاد، هي المبدأ هي بس انه اول كلمه بتخطر على باله هي اللي بتكون اكثر شيء صادقه الكلمه. لا لا انا قصدي اعطيتها وقت لتجاوب بكلمه وسحبت انت شطحت، عرفت كيف؟ يعني هي كلمه. يلا ميرسي ثانك يو ميرسي ريتا. هاي جوال. يلا هاي هيدا هو اللي كان وراي، هو ذاته اكزاكتلي هيدا هو. انا بس بدي اقول لك انه انا اي ريليتد تو يو كثير بالتستمني تبعك، ان كان بالطلب الساينس للرب، ان كان انا كمان كنت صلي بس كنت شوي مكبوته بصلواتي، ووقت تعرفت على روح القدس اوربتر واعطيته مجال يشتغل ويفيد اللي بدو يفيده، صرت غير شخص. بدي اقول لك انه your smile is beautiful. انا I love people that smile. هذا شيء كتير مهم لي السمايل. بدي اقول لك انه I love the Jesus that lives in you. I love the Holy Spirit that works in you and through you. وإذا بتسمحي لي I just want to pray in Jesus' mighty name blessings over you, over your family, over your home, your work, your mission. I want to pray healing over you, deliverance, breakthrough, prosperity, and abundance, especially abundance of the Lord in your life. God bless you. I love you in Jesus. Thank you, thank you, thank you so much, because هيك ما بعرف ليه بس حطيتي كتير فرح بقلبي. وفيف لبورتوغال. آمين آمين. Thank you so much Rita. هيك I receive every word you spoke over me. وعن جد هيك thank you, I really felt هيك your love. وفي راس هيك أشخاص ما بعرفهم، عن جد هيك thank you so much. ومن اليوم وطالع ليكي أنا من بعد ماي تستمني جوجتي على نتني مش نورمال. فاليوم أنا officially بعلنك مش نورمال كمان، and it's a good title. Don't take it wrong. So مش نورمال in Christ, I mean in his love. Thank you once again. Pray for me and I will keep you in my prayers. Thank you. Thank you so much. Really, thank you. Thank you, Rita. ويلي ما بيعرف ريتا مش في الفوتبول مع البرتغال، ريتا عايشة بالبرتغال كانت، وهي اللي وقت تصلي نصلي المسبحة بتصليها بالبرتغالي بالبرتغيز. So, مش حلو. She lived half her life there. So, wow. زورينا ناطريني كريتا. Thank you. Steph, ريتا ما عم اسمعك، حتى ميوت. Oh, sorry. I'm all in Jesus' name very soon, Joel. We will go to Fatima together. Akid. Allah rad. Allah rad. Thank you. جوجو قبل ما تحكوا يعني نحن ما في words بعبروا قدي منحبكم and how much you are valuable in our life. قدي we have هيك we are grateful for having you on every level. And you know ما بدي كتر كتير حكي، بدي أقولك أنه يلي بشوفك ويلي بيسمعك بيعرف أنه أنت وروح القدس جزء لا يتجزأ. وكنت عم تقولي كنت عم بتقولي انه ان شاء الله ما اكون نسيت شيء، ما بعرف اذا انا ما قدرت ما سمعت او قطعت، بس اليوم نحن اتس بنتكوست، واذا بتذكر مزبوط انه لوكا جوي خلق اون بنتكوست، يعني بيكوني هابينج هي از نوت ات اول صدفه. ثانك يو. الهولي سبيريت اذا في شيء نسيته هل حدا يذكرني في شي سؤال؟ 100% خلق عن بنتكوست. دغري انتر براير على السريع. وان شاء الله البنوت كمان بتكون اون بنتكوست هيك.
بس هيك بدي اقول لك جوجو انه عن جد من يعني through جاد وزينة تعرفنا عليكم انت وعزيز, and you opened the door مش a door, لانه قبل ما كنت انا ابدا فايته ولا ما كنت فهمانه ولا اليونيتي ولا الورشيبس ولا ولا everything that I have learned to live in the spirit, ومن خلالكم because of you I did, so you are a blessing to everyone, and we pray that all of us will be هيك blessings for everyone around us. أنا كتير عم صلي للريفايفل بلبنان أكيد, بس لبنان هيك حاسة أنا إنه إلى بريفو يعني بلش النار وإنفو هبت النار, it's gonna take over. I'm praying a lot for Nice. We really need it here, and مش عارفة من وين بدي بلش, so ما رح بلش قبل ما أكيد روح القدس هو رح يدلنا, but we pray for that also. You are an inspiration, أنت وعزيز, and God bless you, you and Jesse and Luca. حبيبي, love you, love you, love you guys. كمان عائلة لقلنا. حبيبي. Jess? هاي ما رح انزل حد كاميرا بس هيك في ما رح طويل شيت مجروحة فيك جوال بس بس هيك عبيري بزيد قدي بشوف فيك النعومة تبع العذراء بس بنفس الوقت قوتها يعني هيدا الشيء كتير حلو فيك. أول ما تعرفت عليك بتذكر أن أول مرة حكيتيني كنت عم تحكينا عن الكرياتيفيتي تبع الله فيي يلي كانت نايمة عندي ما كانت صليلة يعني الكرياتيفيتي عند الله, ووقتها شفت هيك قلت مين هيدي جوال عم تحكينا عن الكرياتيفيتي مين هاستو, من هون بلش قصتنا بلشت أنه فتحت باب الروح القدس من خلالك فتح باب كتير كبير على حياتي يلي هو أريا كتير هيوج بحياة الرب عم بفيد علي نعم فيها بلشها من تمك, وبشكر الأوبيدنس عندك إياها إن كان أنت أو عزيز يلي لعبتوا دور سوبر سوبر كبير بحياتي لكون محل ما أنا واقفة هلأ مع الرب. قدي بشهد قدي عندكم هالحب للصوب الغير هالسيرفنتشيب يعني كتير بتخدموا الغير على طول حاضرين للغير حاضرين تحبوا الغير تعطوا يسوع للغير. بتذكر كم تليفون هيك out of nothing تعطوه من وقتكم مع الولاد مع الشغل مع كل شيء, وصرتوا اللي عم نعيشه بيونايتد كمان يعني عن جد عم نختبر حضور روح القدس بطريقة كتير قوية. فبس هيك بدي أقوليك أنه أنا اليوم كنت عارفة عندك القوة هذا شيء أكيد, بس لما بسد بالتموانياج بدي هيك مجد الرب قدي دوا على القوة اللي فيك, وأنا بمجده عن جد كيف عطول هيك عطول بتنقل his joy and his peace اللي بيطلع من برا بقول مانيك حاملة شيء, وهيدي هي حقيقة الإيمان أنه تحملي مع يسوع مش ضروري تنشري وين ما كان للوجع أو الألم, بالعكس صليبك تحملي بصمت وبكتير إميليتي, وهيدا اللي هيك بحبه فيك بيسوع بتشبهي كتير بهيدا الكتب. فهيك علي بس قول أنه I'm forever grateful على وجودك بهالدنيا إن كان أنت وعزيز يلي هو كادو كتير كبير والولاد اثنين يلي مغرومة فيهم يعني. فبس هيك ما قدرت ما أحكي. Thank you so much حبيبي. هيك كمان بتعرف قد ايه نحن بنحبك, وبدي اقول شغله انه كمان هيك انا بدي اتذكر قصص الهولي سبيرت رح يذكرني فيهم هلا وانا عم بحكي. في شيء نسيت اقوله بالتستمني انه انا وحبلي بلوكا كان في الكوفيد ولقط كوفيد, وانا ديجا جسمي مش كتير يعني كان منيح, بس كل وقت بالكوفيد قبل الكوفيد يعني قبل ما القطع يعني كان انطري ملحقني مثل الدكتور, بس بوقتها بقول الجمعه كان قبلها بشي شهر جوال جوال أبي حيدا مصليت لي وعطتني هيك شايفة فيجن أن العذراء مباركت لي البيبي بقلبي وبهيك بتوب. من بعدها بشي كم جمعة جاس عم بتصلي لي كمان سابرتلي مش مع جوجو وكمان حكي the same words. سو أنا وقتها كنت وقتها سخنت وقتها I got COVID أول شي خفت
بعدين literally the peace إجا لأنه I kept saying لا العذراء حميتني. ضليت أقول those words, those two prophetic words اللي حكيون فوق جوال وجاس. I kept on saying والكفت قطع بكتير روا ما كأنه كان بنشي بس هيك to just to highlight again إنه هيك when you receive هيك like words بتتمسكوا فيهم والوعود قدي هيك إنه بيكون حاضر فيهم وهيك تكونوا كمان هيك تنتلوا سلام ودس هيك just to declare them. هيدي سوري سايد نوت بس لأنه حكيت وتذكرتها. آمين. الرب عظيم. هللويا. أنا رح زيد قبل ما أعطي أنتوني إنه يحكي بدي زيد شغلة إنه يلي هيك هذه الصورة اللي عالم يمكن ما بتوصلها براسها إنه العذراء مريم هي كانت إذا اليوم نعرف في ناس إنه هي هو كاريزماتيك بيصلوا بطريقة معينة يمكن إذا بنوصف الكاريزماتيك أكتر شخص كاريزماتيك قطع بالكنيسة هي العذراء. أول شيء حل عليها الروح القدس يظلله وقت اللي حبلت بالروح القدس بيسوع بليها روح القدس يعني صار في الافيزيون الاوتبورينج اوف ذا هولي سبيريت بي ان فول واي كومبليت واي بليها فوق لتحت. وقت اللي راحت عند اليصابات العذراء كانت عم شي واز بريزينج وقت قالت نفسي تعظم الرب الهي روحي تبتهج لله مخلصي لأنه نظر إلى تواضعي سوف تطوبني الأجيال. كمان كانت بروفاتيك هون لأنه she said words اللي اليوم the first charismatic. أنا قاري أرتيك يقول فيه إنه the first charismatic in the church هي مريم. و entre parenthèses يمكن في ناس بيحبوا هيك مريم لدرجة إنه بيبطلوا يتقبلوا غير قصص. مريم يلي بيحبها وبده يكرمها مظبوط بيكرم يسوع وبيكون fully dedicated ليسوع. So to be ليكون الواحد مريم مش لازم يوقف على مريم لازم يوصل وين هي بدها. وإذا اليوم الهير انترفنشن يلي بالعالم بالأباريشن اللي عم شيره من فاطمة لميديغوريا her only aim and her only mission is to lead people to Jesus. So رح كون هيك شوي bold باللي رح أقوله بس the true followers the true ones that love Mary the true ones هون هيدي السي يمكن رح كون سائل فيها are the one who venerate, who worship, who praise Jesus. And Amen. That's the main purpose of her spiritual motherhood and spiritual mission in the church. Anthony? Hi, Jojo. Hi, Jojo. Alex, I see. أنا حطيت كاميرا أو ما بين بين أو لا؟ ما بعرف. بين؟ ما بعرف كهرباء؟ لا لهلا لا. أوكي ما بعرف. ما بين كاميرا بس anyway ما رح أسألك السؤال اللي خايفة منه. وعارف سيدك يا قبل ما أنت تسألني لا بس أنا بدي أقول لك جوجو وأكيد عم بحكي عني وعن أليكس اليوم أكيد مش بالصدفة مثل ما قال جاد أنت بالتيمونياج على البنتكوست واليوم أنا وبالقداس عم بسمع الإنجيل لفتني شيء كنت منتبه له بس كتير لفتني إنه بس طلعوا التلاميذ عم يحكوا بغير لغات فكرون سكرانين فكرون سكرانين لأنه ما فهموا هالقوة الحب يلي بجت بالعالم وغيرت العالم. فأنا بدي أعترف لك إليك ولا عزيز أنه أنا أول ما تعرفت عليكم ضليت فترة شوفكم سكرانين ولا ريجار
كمان رح اعترف فكر انه لا في شيء اوفر، يعني في شيء بالحب زياده ما عم بقدر افهمه. مشان هيك بالاول صرت صار عندي question mark عليه، يعني على الأد مش انت التيمونياج تبعك بانتكوت، حياتكم بانتكوت، يعني انتو الحب اللي بتعطوه للعالم كتير قوي لدرجة انه اول شيء الواحد ما بيفهمه وبيفكركم سكرانين وبيفكر حاله انه في شيء كتير غريب ما انه معود عليه. فانتو عن جد حياتكم هي شهادة، مش بس شهادتك اليوم هي الشهادة. عندي سؤال إليك، حكيت كتير بكل التمانياج أكيد عن عن حضور الله بحياتك وعن عظمته، وحكيت كتير عن قديه سلقيت prophetic words وسلقيت healing وسلقيت منه حضور وهيك. عبالي تحكي عن كيف تعملك الرب كمان بالجفتس اللي عندك ياهم ويلي هن كتار ويلي يجروا ان هيك مرة بركة بتتذكريها that is highlighted أكيد كله لمجده، بس من قدي بعرفك ومن قدي مصلى معك كتير اندقر عالم منك، فعبالي هيك to highlight هيدا الشيء. آمين آمين. وأليكسو عم بتقول إنه هي واحدة منهم. ما في قلق، فيك ما تخبري قصة أليكسو إذا بدك، بس وفيك كمان لا واحدة كان خبيطة الأمر. Exactly. هي just to be available وهيك أوقات يمكن ما عبالنا نصلي ونحس إنه أو نستاهل، إنه دائما عنا the fear of man إنه كيف بدي أجي أصلي لحدا ما بعرفه، لأنه كتير أهون إنه يكون بمطرح صلاة ونجي نصلي لبعض وهذا الشيء مدعوين كلنا نعمله، أو نكون لحدا ما بنعرفه أو حدا مثلا ما خصه بالصلاة ونجي نقول له بدي صلي لك. في أشخاص يعني بدي يمكن هلا هيك one of the person that got highlighted شخص ما بعرفه أبدا، وكنت مولدة لوكا وكان صلي شهرين وخلص، كنت إنه يعني وكنت كتير تعبانة، قلت لكم شو كان صاير. سو عزيز ما كنا قادرين ننزل على لبنان لأنه كانت الوضع بلبنان أبدا ما كان منيح، كان وقتها ما في بنزين ما في دوية ما كان في شيء. الخبرية من تقريبا من سنتين، لأنه صار عمره سنتين هلأ لوكا، بيقوم رحنا هيك رحنا سافرنا على إسبانيا، كنا بعدها عايشين بأمستردام وقعدنا هيك بريزورت كتير مهضوم، وحسيت أنه الرب بده يانا هيك to go and be pampered، أنه خلص I need to rest. قلت له يا رب أنا هلأ بمطرح I just want to receive، ما بدي لا صلي لحدا ولا بدي ما بدي أعطي لأحدا، هيك I really need to receive. فتت عملت مساج، أنا بالمساج بتوجعني هيك كتير إيدي صدني أنا بقلب المساج، وحسيت هيك بتقل. هو الرب كمان كيف بيقول Holy Spirit، وعنا بكون we're sensitive also to him، منحس لأنه when you enter into an atmosphere sometimes you feel the atmosphere، شو فيه كان في heaviness، كان في lot of heaviness، وبلاش توجعني إيدي وإنه أنا إيدي ما كان بهالشي، أنا إنه it might be her، ممكن إيدها. و I never by the way gave like I sometimes I pray and I see images I give prophetic words بس إنه word of knowledge هيك ولا مرة كان صايرة معي. وخلصت هيك خلصنا المساج وهيك قلت لها، وهي كمان عندها عين وعندها أخبار يعني، والسبانيش lot of them ما بي كتير هيك new age by the way بسبين، كمان هذا الشيء ما كتير حبيناه وقتها كنا هونيك. قلت لها عندك شيء وجع بإيديك؟ قالت لي هي إيه؟ قلت لها ليك أنا بصلي وهيك إنه أم هيك قلبي كتير إنه صلي لك إذا بتخلينا هيك حط إيدي عليك وصلي لك. هي قالت لي إنه why not، وبلشت هيك صلي لها وكتير هيك صليت لها also a healing in her heart and I felt bitterness I felt like so many things I spoke into her identity I spoke into هيك into the promise of the Lord إنه قد الرب بحبها، إنه مش صدفة لقيت فيها وصليت لإيدها. و she was so touched she cried a lot بكيت لأنه صار في شفاء من جوا. I didn't ask her to test her hand، هلأ صرت أسأل قبل ما كنت أسأل ما كنت أعرف هلأ صرت أعرف لازم أسأل، بس حسيت أنه صار في شفاء من جوا وهي لمست وأنا كتير لمست لأنه أنا كنت بوضع
يعني ما بدي أعطي والرب استعملنا thank you Holy Spirit, I had to be obedient. وهيك وكمان it was for me, لأنه أنا it was my first time I received like a word of knowledge, so كمان it was like something for me. يعني دائما it's a win-win مع الرب, it's always win-win. فهيك thank you Anthony to all. Love you Zozo. Love you guys. حبكم كتير كتير كتير. So much. Thank you. Alain Eliane. Eliane, I love it. ما راح نطول الكاميرا ساعة 12 بالليل فأحسن نخوفكم. نحن بتعرفوا بنحبكم كتير ونشكر الله عليكم يعني كأصدقاء لنا وإخوة وبذات الوقت كأشخاص بقلب الكنيسة هالقد inspiring. وأكيد مش بالصدفة كنتوا بأوروبا بقلب كل هالتشالنج اللي بتعيشوه هناك وقادرين من هيك تأسفوا بعالم كتير. تصور وجودكم بأوروبا هلأ أهم من لبنان يمكن, ما بعرف, بس هيك كنت عم حس أنتوا عم تحكي. بدي أسألك هيك شوي سؤال practical. تعرفوا قديش في challenges بالإيمان بالعيال, حتى الأشخاص يمكن نحن اليوم منصلي أوقات يمكن ما منصلي ككابلز. عبالي هيك شوي أعرف أنت وعزيز مع بعضكم ككابل كيف تقدروا تعيشوا إيمانكم أو كيف بتنموا إيمانكم وشو الأشياء اللي هيك بركة يمكن يوميا تعملوها سوا حتى تقوى بالإيمان لحتى أو أسبوعيا حتى كمان هيك شو الريت اللي بتستعملوا. نحن أعطيك إكزامبل, نحن اليوم بدبي بجروب عائلة مريم. عائلة مريم هو للكوبليت ومنجتمع كل شهر, وكل شهر مثلا يمكن أوقات حدا من الكوبليت بحط هالتارجت إنه الكوبلي يصلي مع بعضه وملق, وهني أشخاص نحن أشخاص ملتزمين بالكنيسة مثل ما تعرفوا هيك, بس بذات الوقت بلقوا أوقات هالصعوبة إنه الكوبلي يصلي مع بعضه غير إنه كل واحد يصلي لوحده. ومنعرف إنه نهار الكوبل بركي بيمسكوا إيدين بعضهم وبيصلوا أبانا وسلام بحسوا هالقوة المش طبيعية بتقربهم لبعضهم وبتخليهم يزيد حبهم وبذات الوقت بتقويلهم إيمانهم. هل أنتوا بتعملوا هيدا الشيء إنه تعيشوا صلاة مع بعضكم ككوبل وكيفو بتعملوا؟ أوكي. أول شيء بحبكم كتير أنت وقلونا وبدي أقول شيء ليك, هذا شيء كتير مهم إنه نصلي سوا, وبقول لك مش دائما نصلي سوا أنا وعزيز, it's something that we are working on. بس هو عنده صلاته وأنا عندي صلاتي, بس حتى بهالكركب بهالسنة بالنقلات كمان أنا ما عم بقدر دائما لقي الوقت أتصلي كمان هيك عم كل ما قعد صلي معه مع الرب بصير كمان ريبنتنس لانه على العطش وبيرجع بشوف قد ايه اشتقت له للرب. سو عندي اوريدي هلا انا والرب وانا وعزيز عندنا شغله يمكن ما اجتمعنا بقى بنلاقي الوقت هلا بالبزنس وكل شيء سيزن وي جيف جريس تو اور سيلف, بس بنفس الوقت مثلا بنصلي مع اولادنا بنبارك الاكل سوا, بس اتس نوت انف لانه اي نو اوقات بنختبر وتنصلي لبعض وأوقات لما يكون عنده شيء مهم أنا بصلي له, بكون عندي شيء مهم بيصلي لي, بضل عنا الوقت نصلي لبعض, بس مش it should be a routine, it should be لأنه في commitment, it should be every day, it's not happening yet, we're working on it, sometimes بيمشي الحال sometimes أبدا. بس في شيء كتير حلو بدي أقول لك إياه إنه أنا وعزيز في شيء كتير حلو أوقات هيك it's not لأنه us, it's all for his glory by the way, and هيك I just had to mention it لأنه هيك قد هايلايتد أنت عم تحكي. أوقات كتير عالم يكون بدون صلاة منقول أنا وعزيز هيك تنصلي لكم, so منحكي حدا ومقعد منصلي سوا أنا وعزيز للشخص. يمكن أنا ما كنت عم شوف أنه أنا وياه عم نصلي سوا لأنه أنا وياه عم نصلي للشخص, بس هل أنت عم تحكي عم فكر أنه أنا وعزيز ما كنت عم نقدر نقعد سوا ونصلي من وقت لوقت منصلي لبعض وقت يكون في شيء which is not enough, بس هلأ حسيت لأنه أنا وقت عزيز أكون قاعدة معه عم نصلي الروح القدس فلوز أكتر وبيعطيني إيمجز أكتر, يعني he's more alive than me أنا وتكون يلتي عم صلي مع عزيز. وهيك هلا حسيت أنه كمان هيدا it's part of أنا ماني منتبهت لها, بس هي part of أنا me and him praying together, but أكيد there is more us praying and declaring also لعائلتنا ولكل شيء, والحلوة العائلة تصلي سوا كتير مهم هالشي 100%. حمسناك وحمسنا يعني أنه بعرف أديش هذا الشيء صراحة كتير مهم 100% أنا جوال. أنا عادة ما بعرف ليه الكلمات مزبوطة تعبير, كيف إذا بدي أحكي عن جد
ما بعرف عبر مزبوط، بس كل ما أكون هيك عم صلي لك يارا، وإن شاء الله كيارا تطلع مثلك. حبيبي حبيبي، عندها أحلى أم وبي. Love you so much ألونا. Thank you على السؤال. سؤالك كان محله. مش محل سؤالك هيك رجع عامل كونفيرماسيون لشيء كنا عم بحكي فيه انا وزينه من شوي. في لاتش لكلنا كلنا لا مش ككوب بس كعائله، لانه اليوم الصبح هيك عملنا شيء حلو هيك اون فامي، طلبنا من جانا وجون وجوليا انه نوقف كلنا ونرتل ونصلي لكل واحد بالدور to bless him، حتى قربوا they laid their hands on each other وصلوا. كان شيء رائع قدي حلو، وكنت عم قلها انه ليه ما بنعملها دائما. فسؤالك confirmation merci ولاتش لأليان ولاتش لأزينة، لأنه كمان أزينة قلت لها مش ضروري كل الجمعة، لازم من وقت لك كل شيء ما ايه بلا بريشر. إيه. لا ومنعرف انه ثمار الصلاه الزوجيه هي ما في احلى منها، ويمكن من قصر ما بعرف ليه، مع انه بنعرف انه ثمارها بتاخذ العقل. لو انا دائما يعني بامن انه كل واحد بيصلي لوحده، الله بيحكي لحاله يعني بيحكي بقلبه، الشخص الثاني إيه. يمكن سيكون على غير موجه، وقت الكوبل يصلي الله بيحكيهم اثنيناتهم ذات شيء، وبيصير فيه هالبوند القوي. يعني أنا برجع بقول إنه هذا البوند هو يعني بوند محبة بين الكابل وإيمان بذات الوقت. أمين. أنت هلا عم ترجع تقول وعم ترجع تسمع على إليان. يلا لا 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 إليان نامي. أوكي. Thank you. Thank you. Thank you على سارة. Bonsoir. أنا عادة بسمع تيمونياج بس ما عندي كتير، بستحي ما عندي كتير الجرأة، بس هلأ أنتوني خليني أرفع إيدي. أنا بدي أقلك أنتوني أنه أنا من الأشخاص يلي صليت مع جوال، كان في إيفينمون وأخدت بلاسينج كتير 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 كتير، وبلشت حياتي أفهم غير مع يسوع، وبعدين مساجي دو ماري. كان في إيفينمون كنا منفوت على زوم، ما بقى بتذكر شو كان الإيفينمون، من 3-4 سنين، وطلعت لي جوال بالأوضة، وكانت أكسيدان يوسف كانت طالعة منه جديد، يوسف حرق حاله إذا بدي أرجع أتذكر، وصلت لي جوال وعطتني مساج وقالت لي إنه he is chosen، إنه عنده مساج. وبعدني لهلأ كل ما بكون ضعيفة أو هيك مرأة بفترة برجع بتذكر أنه تشوزن، قالت لي إياها لورين بالتيمونياج، بس جوال قالت لي أنه إلى أميساج، وصليت أنا وياها وبلشت من هون شوف هيدا الشيء لمال بغير طريقة. وعن جد مرسي بوكو. وقتها قلت لها لإليان، إليان طلع لي جوال، قلت لها تاني نهار قلت لها طلع لي جوال، بعرف هاي إليان هاي ألا، طلعت لي جوال بالروم إنه أنا ما بعرفها، بس قالت لي إنه هي بتعرفكم، وقالت لي إنه طلع لك the right person. عن جد ميرسي بوكو. أنا هلأ رح أشهد على your prayers. هللويا. كمان بتذكر كمان كنت أنا I was so touched، كمان كان هيك يعني I was so moved كمان by your by هيك شو طلبت وشو صليتي وشو صلينا سوا. ف it was كمان دائما it's a win-win مع الرب لألك ولألك. مرسي بوكو. مرسي مرسي لكلكم. مرسي. Thank you سارة. جوال أبو حيدر، تفتح الفيديو ولا لا؟ جوجو بفتح. أوكي. أنا جوال بدي أقول لك أن هذا التيمونياج كان مدرسة بالإيمان لعدة أسباب، لأنه حكيت عن الكوميونتي، حكيت عن
الصيام حكيتي عن قوة how to receive الكلمة ونصدقها، لأنه إذا ما صدقناها بتفل منا. اللي ما قلت لك هو أنه كل نهار كنت عم فكر فيك، وكل ما هيك أطلع بشخص العذراء لأنه هيك بمحل أنه I can spot her كل نهار، هيك حصة مبتهجة وقول شو خاص اليوم تمانياج. أكيد جوال لح تحكي عن يسوع أنه ما حد جيب، أكيد لح تذكرك، بس أنه اللي هالقد مبسوطة. في شيء كتير عظيم حسيته بقلبي، والبدي أقول لك إيه هو أنه ميرسي، لأنه إذا اليوم أنا بعرف كيف to praise Jesus وسبحه، هو لأنه غرت من كيف أنت بتسبحي لما كنا بهيلسونج أنا وياك بزنزون. وهذا الشيء ما بنسيه يعني، هل مثل ما أنتوني قال أنه سكرانين، إيه سكرانين، شفتك سكرانة بالتسبيح، ناس اللي حواليك. وهذا الشيء أنا طلبته بقلبي، أنه بدي يصير هيك، أنه هيدي كيف هيك، شو عم بيصير فيها، شو عم بيصير جواتها، بدي يصيره. بقى بدي أقلك ميرسي لأنه حياتك تمانياج، وميرسي لحبكم أنت وعزيز. ما بعرف إذا في حدا من بعدي رافع إيده، لا بقى لح استغل الفرصة وأطلب منك أو أنت وعزيز سوا، إذا بيجي عزيزنا عندكم على الأوضة، بما أنه نحن اليوم بالعنصرة قبل ما جادوا كمان نحن نصلي بعد أكثر وأكثر هيك بأمامات بريير لفيض الروح، غير أنه شاركتينا الله بديك تشاركينا هيك تصلي لنا وتصلي لكل واحد، وهيك الرب رح يحكي مع كل واحد بطريقته، بس بديك بهالنهار بالتحديد روح القدس اللي تكلم فيك هو ذاته يوصل لكل حدا على قد ما نحن قادرين نستوعبه، على قد ما هو عباله يعطي حاله فينا. سو انت لحالك بيجي عزيز معك ما بعرف، بس بتخيل انه كلنا مشتهيين فرح الرب وكلنا مشتهيين هالشي اللي عشناه وشفناه. So I love you. I love you so much. ليك رح شوف اذا عزيز، لانه عم كنت مسلمت الاولاد لانه هون كان الساعه 7 هلا صار الساعه 9 المفروض يكونوا ناموا. I would love انا وعزيز نصلي لانه ممكن بيكون ناموا، بس هتكون اجي اشوف. اوكي هيك بركي اليان بتحس عدم وزنزون بتعيد النظر بقراره، خلص ركنيكم بالزاويه اكثر من هيك ما بقى. انا جوجو انا كنت بدي اقول الشيء اللي قلتي انت، انا كنت بدي اقول انه بالاخير هلا البريير اذا ما لح فينا نعمل البريير من اولها نرجع نقلع على الساعه 11 ربع، كنت بدي اطلب من جوال وعزيز يصلوا. امين هللويا هللويا جوجو. ما كملت انا لانه أنتوني طفي الميكرو ميرسي. عزيزه هون يلا. آمين آمين. Get ready guys. Holy Spirit welcome you. يلا I will put myself mute. You are so ready. يلا. يلا. نشرك يا رب هاللقاء مع هالفرح اليوم اللي هيك حطيته بكل شيء بكلنا يا رب بقلبنا. I want to thank you Jesus for who you are. I want to thank you for who we are, for all the goodness and all the wonders that you're doing in each one of us, in each one of us. I want to thank you for your goodness, for your love, for your mercy, for your forgiveness, for your power, for your humility, that everything you give us and you dwell in us. I pray more of you, Jesus, in our life, Lord. Make empty us, empty us, empty anything not from us, Lord, from you, Lord. Come, Holy Spirit, with your fire. Come, Holy Spirit, with your fire. Consume, consume anything not from you. Cleanse our heart, cleanse our eyes, cleanse our emotions, cleanse anything not from you, Lord. Like, let us glow as vessels to reflect you, Lord, to reflect your goodness, to be your hand and feet on the ground, Lord, to bring heaven to earth, Lord. Amen. Come, Holy Spirit, with your consuming fire and
ولع بقلبنا a big fire for you Lord, a big fire of love Lord, of joy Lord, of freedom Lord, of freedom, freedom, freedom Lord, freedom of hikid, the fear of man, freedom of judgment, freedom of anxiety, of fear, freedom and joy, more of your joy Lord. The joy of the Lord is our strength. Amen. Thank you, Father. We choose joy. We choose to rejoice, Lord, every day. And let everyone who see us, Lord, see the joy of the Lord. See your goodness, see your love. Come, Holy Spirit. Awaken, awaken our hearts, awaken our emotions to you, Lord, to only seek you, to only seek your presence, Lord, to go deeper into you, Lord. I want to pray for each one of us, Lord, to take it today, Amen. On this day, Lord. Yes, for a fresh baptism, Lord. Fresh baptism. Immerse us in the living water, Lord, to run through our body, from the sole of our head, from the crown of our head to the sole of our feet, Lord. A river of living water, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Like I can feel his presence. I don't know. I can feel he can. A river in each room. Just close your eyes. Wake it. دعو. تحو. هو عم يدق عذاب كل واحد منا. نفتح يا رب. نفتح لك قلبنا يا رب اليوم. The old is gone. The new is here, Lord. The old is gone. The new is here, Lord. Thank you, Father. I pray all this in Jesus' name. Thank you. Heavenly Father, we just want to thank you for them, for my brothers and sisters, Lord. Yes, Lord. We just want to thank you for the work that you are doing in their hearts and their bodies and their souls, God. We just want to thank you for this fresh baptism. We just want to thank you for this fire, this ever-consuming fire in their hearts, God. We just ask you, Father, that you would just come with power and wisdom and strength. And I just pray for new vision. Yes, Lord. For new vision for this coming season, God. I ask you, Holy Spirit, that you would just be the flowing river in their hearts, God. Amen. As we celebrate you today, we just ask you just for the heavens to open upon each one of them, each one of my brothers and sisters, God, and that there would be just fresh revelations, Hallelujah. Flesh ideas, God, that they would be so immersed in your presence that nothing would be the same. We just pray for your presence right now, God. For your presence in their lives, God. We just ask you that the doors that need to be open, let them be open. Yes, Lord. And close the doors that need to be closed, God. And I just ask you, God, that you would just bring the new fire of revival, firstly into our own hearts, yes, firstly Lord. Into our own lives, into our own families, into our own communities, God. Father, we just thank you. Your blessing, your goodness surpasses all our understanding. Yes, Lord. And we just say today, we trust you. We trust who you are. We trust who you are in us, Amen. And how you're taking us from glory to glory, from victory to victory, yes, from Lord. Faith to faith, Amen. Lord. And we just say more. Amen. We just want to say more. Amen. Just want to say more. God, I just want to thank Jado, Zena, o Messager de Marie, God, for this beautiful mission, yes, for what they're doing, for their beautiful, beautiful vision of what a country should look like, of what a nation should look like, yes, God. Lord. Just bless them, bless this family, God. Mm. And we just ask you that anything that touched would turn into gold, not because you're just a good father, God. Mm. Thank you. Thank you. Thank you. And we just ask you, God, that this would be just a new beginning for many of us. As we celebrate Pentecost, it was just a new beginning in our lives. Just a freshness, just a new river, God. A new river of hope and love and your mercy upon our lives. We pray all this in Jesus' mighty name. Amen. Amen.
Come, Holy Spirit. لحتى نقدر نشهد بكل قوة وجرأة، لحتى نقدر نشهد للناس بأغلى شيء نحن منناه بقلبنا يا رب، اللي هو معرفتك، اللي هو معرفة الآب، اللي هو حضورك. Your holy presence, Lord, in our lives. Come, Holy Spirit, and fill us. Come, make us new, and send us again. So we declare your kingdom, Lord. We declare your salvation. We declare your love. We declare your mercy. We declare freedom. We declare joy in Christ. Lord, you created us to have the fullness of life. Come, Lord, and right in this moment, this specific moment, come and give us joy. Give us the joy that we know that our Heavenly Father created us for eternal life, for fullness of joy, for fullness of freedom. Come, Holy Spirit, and bless Aziz and Joel, bless their families. Bless Luca Joy on his birthday, and bless Jesray and their family, their plans, their dreams, their feelings, their emotions, their bodies. Come, Lord, and open for them new roads of hope, of new roads of mission, where they can declare what they have, their treasure, their received in their heart, which is you, Lord. They will declare your name in every house, in every work, in every family they meet. They will carry your salvation, Lord. Come, Lord, and bless them. Bless them and give them the strength to continue to fulfill your will, which is to declare the kingdom, declare your love over, that tell people that they are loved and they are saved already. Just open their hearts and they receive this great gift. Come, Holy Spirit, and revive our hearts, revive our strength to say yes to you, to say yes, Lord, use me, mold me, and send me to new ways. We love you, Lord. We love you. We adore you. Thoughts over her mind.
So Lord, she can be in her fullness of joy, fullness of strength. You have the power, Lord, and we declare your love over her. We declare your freedom over her. Come, Lord, and send her again and again. And let her be this magnificent, brilliant daughter of the King. And let her touch hearts through her ministry. Let her be your hands where you need to touch people. Let her be your tongue when you need to talk to people. Let her be your heart when you need to console people. Use her, Lord, mold her, sanctify her, bless her. Amen. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Father. Glory to your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Azizo, for your service tonight. J'adore. I miss you, brother. Thank you. I miss you too. We love you. Thank you, Jojo. We love you. Thank you so much. Thank you. And hope to see you very soon. Aquí. God bless you.